متابعي سفين ستوريز، مرحبا بكم في قصة جديدة. قصة صراحة خدات مني مجهود كبير بزاف، سواء في الأفكار سواء في التطبيق سواء حتى في الروي. قصة حسيت بلي سونتيمون ديالها، عشت في أعماق التفاصيل ديالها. عندي لكم طلب واحد، هو أنكم تبارتاجوا القصة وتخليوا لايك كومنتير. بطبيعة الحال باش القصة توصل أكبر عدد ممكن من الناس، وبهكا غادي نحس أنه المجهودات ديالي ما كتمشيش هكاك، حيت في النهاية كيهمني الإبداع أكثر من شي حاجة أخرى. كنتمنى أنكم ديروا هاد الشيء هذا، ويلا بينا نعيشوا هاد الاستوار. القصة ديالي الخوت غادي نبدا لكم وأنا دابا نيت في واحد كاباري. كاباري معروف نابولي. نابولي المدينة اللي دايرة بحال كاسا بالليل عشية بنهار. أنا الله جيت حراك جديد، ما عندي لغة، تالف، حياتي مرونة ديال بصح، جايبة أصلا من المغرب. كنحاول نقاد هنايا قبل ما يفوت الفوجة، من بعد ما دوزت 10 سنين ديال الحبس في المغرب، 10 سنين ديال الحبس ظلما وعدوانا. غادي نستغل الفرصة وأنا كنغسل المان هنايا باش نعاود لكم قصتي. بسميتي عبد الكريم، 30 عام. باش نعاود لكم قصتي وتفهموها مزيان، غادي نمشي معكم نيشا للنقطة اللي غيرات لي المجرى ديال حياتي، النقطة اللي خلاتني نكون واحد آخر. البلان ديال المونتيف بالضبط في اللاج ديال 20 عام، كنت معاشر مع واحد الدراري، كنا زاعمين ما كنخافوش، تيستو كان في الطوب ديالو والقباحة حديت ولا هرج، كاملين كنضاربو قباح. وخا اصلا العائلة ديالنا ناس دراوش، داك الوقت كانت يلا دقات فينا البلية. كنت انا والصغير في خوتي كاملين، كبر الداصر مفشش وما كنخافش. واحد ليلة كنا مقصرين في واحد القهوة ديال الشيشة، واحد من دوك الدراري عشراني تناقش مع واحد الدري على قبل واحد البنت مغمستيها مغمساوي تشابك، ناض صداع خيب تماك، كيسان كيتشايرو، طوابل كيتهرسو. كنت كنحاول نفوق الدراري ونكارم الوضع، ولكن كان واضح باللي المهمة صعيبة، حيت عشراني كانوا باغيين يطاولو داك الدري. الدري اللي كان كيبان درويش، بقيت مخشي وسطهم كنكالي على الدري وكنحاول نبعد فيه على الصداع، حتى لقيتو واحد الوقت معنقني وسخفان وعيني راكدين. حطيتو في الأرض ديك لحظة وتفاجأت، لقيتو غارق في دماياتو. الدراري كلهم شافوا ديك اللحظة وعلقوا في حالاتهم، وأنا كان لابد ندير بحالهم. خرجت من القهوة وحويجي كلهم دمايات، مشيت نيشا للدار دوشت، بدلت حويجي وما كاملاش تقريبا ساعتين. جاو مالي الوقت بكثرة، طلعوا للدار وقراطاوني في الأرض وتبتوني فيها وبقشوا الدار كاملة، وخرجوا الحويج ديالي اللي كان فيهم الدم من البيت اللي فيه الصابون. داك الوقت داوني النيشة للكوميسارية، وجهوا لي تهمة القتل، وحتى في الكاميرا ديال القهوة ديال الشيشة بنت أنا آخر واحد كنت قريب من داك الدري. عييت من غوت ونبكي ونحلف بلي مدرت والو، بلي كاع ما قصتو كاع، ولكن حتى من الأداة الجريمة لا غتبين شكون القاتل ما بانتش. قتلوني أصف كوميسارية باش نعترف بشي حاجة أنا ما دايرهاش. في الأخير قدمونا كاملين عند وكيل الملك. كنت عارف بلي هذا اللي قتل واحد منا، ولكن حتى واحد ما بغى يعترف. داونا من بعد العكاشة وبقينا 4 سنين تماك بلا حكم. في النهاية حكم علي القاضي ب10 سنين ديال الحبس، والدراري شي ب3 سنين وشي ب2 عامين، وأكثر واحد ب4 سنين. حياتي فجأة ترونات من دري نقي كيفكر في المستقبل الحباس، غادي يدوز أجمل فترة في حياة إنسان في الحبس. الحبس اللي ما كان سهل بالنسبة لي، اللي فيه وليت واحد آخر بطايفات صداعات، حيت نفسي حارة وما كان بغي ندوز لتي شي واحد. وعاد زيد كنت حاقد ديال بصح بسبب داك الظلم اللي تعرضت ليه، وبسبب المشاكل هادوك طرات العداوة في الحبس.
وفي كل مرة كنت كنزقل من الموت بسبب الانتقام ديال الله في مكاريب تماك. ما كمل 7 سنين لحمي ولا كل خطوط تبليت بالسيليسيون والحشيش والو، باغي غير نصمك الدماغ. وكنت قاع القفاف اللي كوصلوني في الزيارة كان كونفيرتيهم للحشيش، لدرجة وصلت بيا بدا نتعدى على بنادم بالمضى مقابل الحشيش اللي عنده حساب مع شي واحد كنقضي عليه. 8 سنين كانت كافية نتحول من دري نقي زوين الميكروب، يدي كلهم خطوط، ظهري حديت ولا حارش، وكل ضربة وراها استوار. ملي كملت المدة السجنية ديالي كنت خلاص ولفت العيشة في الحبس. بصعوبة احتقنعت راسي باللي يمكن مازال ما فات الفوت، انا مازال صغير، 30 عام باقي صغير ونقدر نعيش حياتي من جديد ونسات شي كامل اللي داس. كيف ما كان الحال راه الحياة برا ماشي لداخل. كنت كنحاول نقنع راسي بهذا الشيء واخا عارف ومستحيل، وداك الشيء اللي وقع. رجعت للدار وانا راجل باقلي الحياة وكتافي عراد، رجعت ولقيت بزاف ديال الحوايج تبدلو. خوتي اللي كانوا كبر مني تزوجوا وسكنوا في الدار ولدوا وليدات، الوالد التزمات والوالد تا هو رب اللحية كبيرة وكل شيء ولا يقول لي الحاج. كانت عائلة نقية بزاف وسختها بالمجهد ديالي. جا منسى أول مرة وأنا جالس في الصالون، شي واحد غريب، عيالات خوتي كيشوفوا فيا من بعيد وشادين وليداتهم وكأنني وحش وغادي نقد عليهم. الوالدة مسكينة كانت كدير إفور كبير باش تبين لي الحنانة ديالها، ولكن كتلاقي صعوبة كبيرة. صهد وضرب تريكو طويل بشا نغطي بيه دفتر الوساخ اللي في لحمي بحال خلاص عائلتي ولفوا الحياة بلا بيا، وبحال ما كانوش قادرين يتقبلوني في حياتهم، يتقبلوا هاد الشخصية الجديدة اللي جاتها فجأة. كانت عكس خوهم عبد الكريم اللي كان في عمره 20 عام. دوز سيمانة ما كنخرج من الدار، كنبقى كنطل غير من الشرجم وكأنني جاي من كوكب آخر. سيمانة كانت كفيلة باش خوتي يبداو تشكاو كيف الزوفري يبقى ناشر رجليه في الدار وكاين عيالات رجالة. الوالدة وصلت عليا غير بالأدب، وأنا فهمت راسي وليت كنضل في الزنقة معظم الأوقات، حتى كنحس بيهم طلعوا كاملين نعسو عاد كنطلع تالف وما عارف من دير. وراسك يقول لي دير مونتيف ديال بصح هاد المرة وضرك كمالتك للأبد. 2 شهر على الخروج ديالي من الحبس التعامل ديالهم تبدل بزاف، نقير والدقان ديال الخامية والماكلة ما كيخليوهاش ليا وزيد وزيد. لقيت الخير غير في واحد عمي كان هاز لي الهم، هو اللي تكلف كيدبر لي على خدمة، حتى لقى لي واحد خديمة مع واحد الشركة ديال الحليب ومشتقات ديالو. كنبقاو نفرقو السلع على الحوانت وكندورو على كازا كاملة. كنت كنبقى خدام نهار كامل، وملي كنخرج بكري كنبقى ندور غير في الزناقي. الدار كان كيجيبني لا غير الليل، مكينش لي سول فيك واش كليتي واش تعشيتي واش مرتاح والو، وكأنني زايد ناقص. ما كملش شهر في الخدمة جاني ترانسفير لمراكش. كنت عارف بلي عمي دار مجهود كبير باش نتحول من المدينة، ويمكن الوالد والوالدة والصوح كانوا باغين يبعدوني ما بالإمكان باش ما كان. مشيت لمراكش وبقيت خدام تماك وساكن غير واحد الزوافرية في واحد السفلية. 4 شهور في مراكش، واحد العشية كنا غادي من الكاميو، القدام شو جوج ديال المكاريب واقفين على جوج ديال القورة باغين يديو ليهم الكاميرات ديالهم، هما كيجرو والكوار كيجرو وكيغوتو. بقيت كنضرب في الكاميو باش شي فور يوقف، وخونا في الله وخجرة مع الفيلم ما بغاش يوقف. داك الوقت قررت نقز من الكاميو، بقيت كنترولو في الأرض. جمعت الوقفة ومشيت قصدتهم، خمشتهم ديال بصح وبقيت كنشتف عليهم.
حتى رديتهم كلهم دمايات، لدرجة القور ما لقاوش حتى الفرصة فين يقولوا لي شكرا ولي يطلبوا مني السماحة. شافوا داك الوضع وما يعلقوا حتى هما. هاد الوحشية كلها تعلمتها غير في الحبس، داكشي علاش ما تحكمتش في راسي، ما تحكموش عليا من البداية حتى تكملوا ليستوار. شي فور ديال كاميو بقى واقف ماشي من العاكزين، بقى واقف من بعيد وكيصور. وصيفط الفيديو لعمي وعمي اللي بدوره صيفطوا لعائلتي كاملة. داك الوقت اوفيسيالمو بداو كيشوفوني مجرم كبير، وبلي ديك الشدة اللي تشديتها كاع ما كتمدلهم فيها. الخدمة جراو عليا وبقيت كنجر وقف مراكش تقريبا شي سيمانة. داك الوقت قررت رجع الكاسة. كيقولك بلي اللحم الى خناس كيهزهم مالي، وانا للاسف ولقيت واحد يهزني. وصلت للدار دقيت حليا الخوادري من الشوفة ديالو وعينيه، قريت بلي بغى يقول لي اجي دير هنايا. طلعت للدار نيشان البيت ديالي، قربات محدي الوالدة وكتعاتبني وكتعطيني الدروس اللي تعلماتهم على الدين والتعامل. فالوقت اللي كنت انا في اوكاشا كنتعلم حوايج اخرين. قالت يا ولدي شنو هادشي كدير؟ قلت لها مهمتي انا ما كندير والو، انا متبع القدر ديالي وما عارفش فين غادي يوصلني. بقيت كنشوف في هذيك اللحظه وعينيا كيقولوا بزاف ديال الحوايج. كنت باغي منه والو، تعنيقه حنينه طبطب عليها وتقول لي فيها خير، فيها خير يا ولدي. تحسسني بلي انا انسان واهم حاجه تثق بيا بلي راني فعلا مظلوم، ولكن والو. بغيت تصدقني وتثق بلي نيتي داك الليله كانت خير، باغي غير نفك الدري ماشي نقتلو وماشي نتسبب لي في الوفاه. بقيت بحال هكاك كلشي عاطيني النخال. واحد العشيه طلعت للدار وكانوا العائله ديال عيالات خوتي مجموعين. تحرش ديك العضه في الباب، ما عرفت نزيد القدام ولا رجع باللور، حتى لقيت راسي جالس حداهم في الصالون، جالس وحاضر راسي. نقزات واحد المرأة من الحضور وقالت لهم شكون هو هذا؟ كل شي بقى ساكت. بقيت كندور في عينيا بحال حمق. قلت لها والدمع على خدي، انا غير ولد جيران، جيت غير نسول واحد يمشي في حالاتي. نط خرجت من تماك تحرجت والدمع والو ما تحبسوش. داك الوقت تلاقيت بواحد الدري كنت كنعرفو من الصغر، شافني كاعي وكنبكي، بقى مسكين مجمع معايا وكيحاول يكالميني. بقى كيعاود ليا من بعد الغربة وبلي راه مشى حارق فلوكة من الشمال، وبلي صوفا راسو حاليا حال واحد محل كبير كيدير فيه التطواج. انا الصراحة كانوا معقديني الضربات اللي في ظهري، طلبت منه يحاول يدرقهم لي باش مكان. اللهم يقولوا واشم ولا يقولوا شمكار. قال لي مرحبا خويا عبد الكريم، وفعلا عندك الشيء اللي وقع. مشيت عندو داك المحل ديالو، كان كبير وزوين ومهلي فيه. ملي دخلت لداخل وتعريت غير شاف ظهري ويشد في راسو. قال لي انت كيفاش بقيتي حي يا صاحبي؟ كيفاش بقيتي عايش؟ قلت له خليها الله. قال لي ظهرك كله مضروب تقريبا، غادي نشوف لك واحد وشما دايره بون في الطاليان، هي اللي غادي تقدر تغطي لك هذا العيب كامل. عطيتو ظهري وبقيت كنستحمل الالم هادشي كامل باش ما نبقاش نبان بحال هكاك ونبقى نشوف ديما دوك الضربات. دار لي نسر شاد واحد الكوبرا وجناح ديال نسر دورهم لي على يديه على دراوعي باش يغطيو لي الخطوط اللي كانوا في يديه. عشير يبقى خدام وكيعاود لي على بزاف ديال الحوايج، كيفاش صوفا راسو من الغربة وكيفاش جمع العاقة ورجع للمغرب. داك الوقت لعبات لي في راسي نمشي نحرق وندرك كمارتي من هاد البلاد، ولكن منين غادي نبدا ومنين غادي نجيب فلوس؟ اضطريت نهز 17 ونبدا نبراكي عباد الله 1000 2500 وغادا. ما كملاش 3 شهور كلشي عرفني وليت شفار، كلشي عرفني وليت زرام،
واحتموا لي للدار. أما مال الوقت ولو لاعبين معايا قاش قاش، وأكثر وحدين كانوا كعيطوا لي هما التريكة ديالي، خصوصا خوتي. ملي جمعت الفلوس طلعت للشمال، وتم تفاجأت بلي القضية ولات مزيرة بزاف. خفر السواحل في إسبانيا كترو الرادارات تماك. بقيت تما جوج سيمانات حتى تلاقيت واحد وجدي في القهوة. هضرة كتجبد هضرة، وعرف من كلامي بلي نيتي أنني باغي نحرك. قالي اسمع، إلا بغيتي تحرك كنعرف واحد السيد في وجدة غادي يدخلك للجزائر، وغادي يتكلف لك بكل شيء حتى وصل تونس من تماك لباليرمو. كي صافي مشات بلان داكشي اللي وقع. تحركت لوجدة واتصلت بداك السيد، كان جزائري. عاودت المشاكل ديالي والبلانات ديالي، وقال لي مسكين مرحبا بك. تفهمت انا وياه على الخلاصه ودخلني للجزائر. قال لي اسمع، غادي تبقى في الجزائر واحد السيمانه تقريبا بين ما تقادات عندنا الامور، حتى عندنا شويه مشاكل مؤخرا. قلت لي صافي ماشي مشكل. داكشي اللي وقع داني لواحد الحي تما في الجزائر، حي شعبي نسخه من الاحياء المغربيه القديمه. كتحس براسك وكانك في المغرب. على ذكر كلمه المغرب، كنت كنخاف نخرج من فمي كلمه مغربي لا وقعوا لي مشاكل تماك، ولكن واخا هكاك قشعوني الدراري اللي ساكنين في ذاك الحومه. ورد الفعل ديالهم صراحه كان صادم بالنسبه ليا. تعاملوا معايا مزيان وتهلاو فيا وما اعتبرونيش براني. بقيت كنجمع معاهم تماك وكنتكيف انا وياهم وكنصنطل الواي واي حتى لواحد العشيه. وقفونا البوليس ديك اللحظه وكانوا باغيين يشدوا كل شيء، بل كل شيء عطاه الدراري هذاك. وانا ماشي من العاكزين، مشيت كنجري في الزناقي ديال ديك الحومه. غادي كنجري وكنحاول ندخل شي باب محلول، ولكن والو، كلهم كانوا مسدودين. داك الوقت تحل واحد الباب وجراتني واحد البنت، سدات وقالت لي ما تخافش. بقيت كنهز ديك اللحظه وقالت لي راه كل مره كيجيو البوليس هنايا حيت كاينين بزاف هنا كيبيعوا الزطله. قلت لها شكرا بزاف. ديك البنت سميتها خيره، عمرني غادي ننسى خيره عليها. عرفاتني مسكينه فين ساكن، وبقات كل مره كتجيب لي ما ناكل وارتحيت ليها بزاف. داكشي علاش عاودت لها الاستوار ديالي والسبب اللي خلاني ندخل الجزائر، ومن تما مشيت لتونس، من تماك للطاليان. البنت مسكينه الله يعمرها دار، عطاتني سميت واحد المراه كتجي من العائله سميتها سميه. قالت لي راه الله يعمرها دار، الا وصلتي لنابولي راه عايشه تماك، عيط لها وغادي دير معاك الصواب. دوزت تقريبا جوج سيمانات تماك في الجزائر، حسيت بلي راني في المغرب. وحتى الناس في ديك الحومه وخيره توادعت معاهم بالدموع. من بعد تحركت فواحد الطومبيل انا وخمسه دراري من وهران، دونا نيشا لتونس، ومن تونس حرقونا فانطوم نيشا لباليرمو. باليرمو اللي دوزنا فيها سيمانه، كنا حنا بسته بينا كنكاليو على بعضياتنا قبل ما نخرجوا ديك اللحظة، وكل فين مشى. ديك الساعة بقيت مجروق، كل نهار كندوزو في قنت. بقات كديني ليام وكتجيبني حتى حطيت رجلية في نابولي. كنت تالف وكأنني في عالم آخر، ناس كيفاش عايشين، القور بزاف والطوموبيلات مبدلين والشوارع. بدون تردد عيطت لسومية، واللي ما كاملاش مسكينة ساعة جات عندي وداتني نيشا لدارها. عطاتني من ناكل من شروب وتهلات فيها. سمية مرا باقا صغيرة في عمر 42 عام، من أطيب خلق الله. حسيت فيها الأم والأخت اللي ما عنديش، وعائلتي كاملة اللي تحرمت منها، خصوصا من اللي عرفات قصتي. ما بقات كتخليني ندير والو، بقات مدلعاني مسكينة وكتوفر لي كل شي من ناكل من لبس. 3 شهور دوزتها في نابولي بسبب سمية. حسيت براسي بحال بديت كنرجع الثقة في النفس، حتى النهار اللي دبرات لي معاها مسكينة في الخدمة في واحد كاباري. الجيرون قال لها كاين بوست واحد هو يغسل الماعن، وانا قبلت به مباشرة، وانا حاليا كنغسل في الماعن. وعاودت لكم قصتي، هذه هي قصتي.
تحفز جنايا، وداكشي اللي جاي من بعد غتعيشوه معايا دقة دقة. بقيت خدام في الكاباري، كنغسل الماعن وكنقص الشياطة، وحاط حدايا قرعة ديال البلاستيك خاوية، كنخوي فيها الشراب اللي كيشيط. وفي الليل كنمشي مع ديك الجزائرية للدار ديالها اللي ساكنة فيها، مكنغمض عينيا حتى كندير الكاو. كنحاول نتعايش مع هاد الحياة الجديدة اللي جيت ليها، كنحاول نتجاوز الماضي، ولكن ما كنقدرش، كيلاحقني في كل خطوة كندير. والحدود ساعة كنحاول نعيش حياتي بشكل طبيعي، ولكن والو. كنحس براسي كندير مجهود كبير. ما كملاش شهرين وليت عزيز على كل شي في الكاباري، حيت كندير خدمتي مزيان وحاضر راسي وكلامي قليل. والصراحة ماشي لخاطري، حيت اصلا انا ما كندويش بالطاليانية مزيان، يلا كنفهم شي كلمات. داكشي علاش كنت كندوي غير بإشارة، ونادرا فاش كنبتسم لشي واحد. سمية وخا كبر مني غير ب 12 عام، كانت كتعاملني بحال شي ولد صغير، يلا كتعلم ابجديات الحياة. وانا كنت كنسايرها في هادشي، يمكن حيت كنت محتاج لشي واحد يكون حنين عليا وكيفكر ليا. 10 سنين في الحبسة عجناتني وخلاتني نكون في نسخة جديدة انا براسي ما عارفهاش، واش انا خيب ولا زوين. بقيت خدام نورمال حتى لواحد النهار الجيرون ديال الكاباري قالت سمية بلي غادي يشونجي ليا البوست ديالي، ويعطيني في المقابل نيطواي لي طواليط تماك. بطبيعة الحال الخدمة متقبلتهاش في الاول، ولكن انا جاي غا حارق هربان من المشاكل، ما كلاش ندفع كبير، وانا اصلا محتاج الخدمة. خدمت تما، وكانت هادي اول مرة نكون اون كونتاكت مع بنادم في الكاباري مباشرة. الكمامر اللي كتدخل الطواليط كيبانو خانزين فلوس، والاغلبية كلهم مشامات وكيبانو قباح. وهنا كنت لابس اوفر سايز وكاسكيت مدرق بيه الجانب المظلم من شخصيتي باش نبان بحالي بحال ايها الناس. هادشي كامل باش نتفادى المشاكل ونتفادى الصداع. بقات حياتي غادا بحال هكا، واكل شارب مفوت، وفين غادي نلقى خدمة بحال هكا؟ لازون فين ساكنة سمية كانت حاكمة واحد المافيا، الدروغة تما كتباع بالعلالي، مكيناش ليلة مكنسمعوش فيها صوت قرطاس، من وراها نيشان لا صيغان ديال البوليس. نغمة كيخصك تولفها بز منك باش تقدر تغمد عينيك وتنعس وانت مرتاح. 9 شهور من نهار حطيت رجليا في الغربة، الأفضل كله كرجع لسمية، السيدة اللي جاتها فقط مهم في حياتي. أخيرا عشت واحد السلام في حياتي، وكان كيصعب لي باللي خلاص بدا البروغريس باش نرجع بنادم كيف ما كنت قبل 20 عام هذه. ولكن اتضح بلي بيني وبين المشاكل عقد مدى الحياة، وبلي هاد الراحة اللي عشتها 9 شهور كانت غير هدنة بيني وبين المشاكل. واحد ليلة كنت خدام كان يطويل طواليط، حتى بانت لي سمية كتبكي، وداري بيها البنات اللي خدامين في الداخل. تمت من شفت يديا ولحت الفوطة ومشيت عندها، قلت لها سمية مالك؟ هزات راسها في يدك لهضوة، ولقيت الدم نازل لها من نيفة. بداو كيدوا معايا الاوكرانيات اللي خدامات تماك في الكاباري بلي تناقشات مع شي واحد لداخل، وبلي ناضو صرفق. هادشي كامل حتى خوات القهوة على واحد ختنا في الله قاسة معاه، بقيت كنشوف هاديك لهضوة وانا حاقد وكتبكي مسكينة. قلت ليها سمية فينا هو؟ تمتم مسحات دموعها ونيفة، وقالت ليها لا 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 بلا ما تفكر سير رجع لخدمتك، انا صافي ما عندي والو. ورقت لي علي يديها بالقوه، جريتها عندي وتميت غادي بها، وهي كتحاول تفلت يديها ولكن والو ما طلقتهاش، بقيت غادي بها حتى وصلت القاعه الداخل اللي فيها الطوابل والناس جالسين تماك. القاعه كانت تبك بالبشر، وبديت كنغوت ديك اللحظه فينا هو؟ فينا هو؟
ديك اللحظة ويوقف واحد خونا في الله كيبا مخزز كتافو عراض وقال لي بطاليانية أنا مالك بغيت تاكل عصب حالة. داك الوقت طلقت من يدين دي سمية وتميت غادي قاصدو. هما تمو جاي لي جوج ديال الرجال كانوا واقفين من بعيد واضح بلي هما البودي غارد ديالو. قبل ما يقيسني الاول دخلت فيه بدماغ ما شد في وجود ديك الهضاء عشيرو بغى يضربني بكروشي. خويت عليه ديك الهضاء وطلعت معاه بكروشي الكرشونيشان وشديته من شعرو. وملي تم جاي قاصدني الاول ضربته بدماغه لصقته مع صاحبه طاحوا في الارض ديك الهضاء وتميت غادي قاصد خونه في الله. ملي قربت لي بزاف هزت واحد القرعه ديال الشراب من فوق الطابله قبل ما يدير شي حركه هرس لي في راسو وبقيت شاد الفم ديال القرعه باليمنيه وتميت غادي قاجو بالاسريه غادي قاجو دافعو حتى لصقتو مع الحيط. خونا في الله كان كيبان خايف بزاف لحت القرعه ديك الهضاء وخشيت لي جوج كروشيات كانوا كافيين باش خونا في الله يطيح مغيب. ملي درت لقيت البودي غارد ديال الكباري جايين كيجريو قاصديني. داك الوقت تعريت وتميت غادي قاصدهم غير عطيت بالظهر الناس اللي كانوا جالسين. بديت كسمع الهضره ديالهم في دقه واحده وبدون مقدمات تمتم داو الناس كيهربوا وكانهم شافوا شي حاجه كتخلع. هزيت ديك العضله ديال القرايه من فوق الطابله ورستهم على بعضياتهم وهنا بانت الوحشية اللي تربيت عليها في عكاشة. دوك البودي غارد اللي هز الدقة كيشد في جنبه ما كاملاش خمسة دقائق الكباري خوا والدعوة ولات كل دمايات. ما وقفتني غير سمية جات عندي مصدومة وكتلوم فيها شنو درتي عبد الكريم. داك الوقت سمع الصوت ديال الصيغين ديال البوليس جايين في الشارع اللي قريب لينا حنايا. تمتم شداتني من يديها عطاتني القبية ديالي لبستها ودرت القب وخرجنا من تماك. دوراتني من الباب اللور وتمت غادة بيها حتى وصلنا للحي فين ساكنة هي. دخلنا لداخل وانا كنت رعد يديا كترعدو بزاف من كثرة العصاب. قربات محدي وقلت لي علاش هادشي كامل علاش. قلت ليها ما تقبلش نشوفك هكاك وداكشي درت عمرك تسوليني علاش وكيفاش حيت داكشي كيخرج هكاك عفوي. قالت لي خرجي عليا دابا غادي يجريو عليا من الخدمه ويقدروا ديكلاريو بيا عند البوليس حيت انا اللي دخلتك تماك. بقيت كنشوف فيها وقلت لها اسمحي لي نض ديك لاطاج جمعت الساك ديالي وتميت غادي وهي توقف لي قدام الباب. قالت لي فين غادي. قلت لها غير خليني انا اصلا سميه كل مشاكل انا منبود والتعامل ديالك معايا اللي خلاني نتصرف هكاك. راك شفتيهم شافوني تعريت وليت كنبان لهم بحال شي وحش كلشي نضرب كاع ما شفتي الشوفات ديالهم سميه وكانني وحش ماشي بنادم. عنقاتني بجد وهي كتبكي وقالت لي انت ماشي وحش انت راجل وانا عمر شي واحد دافع عليا بهالطريقه. هادوك اللي ضربتيهم راهم رجال من المافيا وكلشي كيضرب لهم حساب في الكباري وكلشي كيخاف منهم. داكشي اللي درتي فيهم كاع ما غادي يدوزوه ليك كاع وباش تكون مستعد تعالى. شداتني من يدي سميه ديك العضه وداتني للبيت اللي كتبات فيه هي. حلات واحد البلاكار وجبدات صندوق حلاتو كانوا فيه جوج سلاحات. قالت لي هادو هما اللي غادي ينفعوك انا عارفه بلي ما عمرك ما هزيتي السلاح ولكن المهم انه قرطاسه اللي خرجت من هنايا غادي تفاري المشكل. عطاتني السلاح وبقيت كنشوف فيه ومشات جمعات حويجه. قلت لها سمية شنو كديري. قالت لي غادي نمشي معاك انت ما عارف والو في نابولي وانا عارفه بزاف ديال الحوايج نخاف توقع عليك شي حاجه. قلت لها لا زعما كدير معايا هادشي كامل. قالت لي صافي ما تبقاش تسول
غير هو عندك يسحب لك بلي راني مصوتها فيك ولا كنبغيك، راك بحال ولدي. بقيت كنضحك ديك اللحظه. خرجنا من تماك وتمينا غادين. عرفتنا الزنقه اللي حنا فيها، وقفوا بزاف ديال الطوموبيلات قدام الدار اللي كنا فيها. بقينا كنطلعوا من بعيد ولقيناهم نيت فعلا مشاو قاصدين الدار نيشان. قالت لي يا سميه العجب، علاش هادشي كامل؟ مشينا تحركنا من تماك، خدينا طاكسي وفي الطريق عيطات سميه لواحد الدراري جزائريين كيبيعوا وكيشريو تماك في نابولي، وطلباتهم باش ندوزو معاهم هاد الليله تماك. بين ما صباح صباح داكشي اللي وقع، وصلنا عندهم قلت ليها واش نورمال زعما نقول لهم بلي انا مغربي؟ قالت لي اسمع، المغاربه والجزائريين في نابولي وفي الطاليان كامله هنا راه دايرين بحال الخوت، خاطيهم السياسه. داكشي اللي وقع. دوزنا ديك الليله تماك، وفي الصباح فقت على واحد الصدمه جامي تخيلتها ولا جات على البال. لقيت راسي المبحوث رقم واحد في الطاليان كامله. كيفاش؟ الله اعلم. دخلت سميه وكانت هزه جورنال بين يديها واللون ديال وجهها مخطوف، كاع الجرائد كيدوا على سفاح المافيا اللي اغلب المافيات يقلبوا عليه، واللي كان كي واللي كرتكب جرائم كثيره بزاف، والضحايا ديالهم كلهم من المافيا. كرتكب جرائم وهو داير ماسك. اول حاجه رديت ليها البال هي الوشمه في الظهر. تمسيت وتفكرت الدري اللي وشم ليا في ظهري، نسرشد اللفعه وقال لي هاد الوشمه هادي دايره بوم في الطاليان. بصراحه ما كانش كيصحاب لي كيقصد هادشي. بقيت كنقرا في الجورنال انا وسميه، والاغلبيه الصحافه كانوا مصورين وجهي من الكاميرات ديال الكاباري، ما كانش كيبان وجهي كامل غير النص. بقيت كتشوف في ديك لحظه سميه وعرات لي ظهري، وبقيت كتقارن ديك الصوره اللي كاينه في الجورنال مع الصوره اللي كاينه في ظهري، وقالت لي ما يمكنش خاصهم يعرفوا بلي هادشي غير صدفه. قلت لها لا لا تخليهم. قالت لي ما يمكنش، راه غادي يبغيو يقتلوك. السفاح المافيا راه غابر هذيك من شهور، هادي على اخر جريمه ارتكب، ودابا غادي يصحاب لهم بلي انت. بقيت كنشوف فيها وبقيت حاضر راسي. عاد عرفت علاش خوتنا في الله في الكباري، ان فوا تعريت وعطيت بالظهر كلشي نا تعلق. مبقيتش كنقلب الجورنالات كاملين، ومن حصل حد لقيتهم بلي وجهي ما كيبانش كامل. قالت لي المهم غادي خصنا نحيدو من هنايا، غادي نمشيو من نابولي. قلت لها غلط، كلشي غادي يتوقع ديك الساعه هادشي، اما الا بقينا هنايا حتى حاجه ما غتبدل، غادي نبقاو نتحركو نورمال حتى يبان سفاح المافيا، وديك الساعه يكمل خدمتو. قالت لي ولكن راه كيف ما كان الحال، العين غتبقى تابعكم بجوج، وانت ما كلاش تبقى مقدم فيها، تبقى مقدم في هادشي. قلت لها اختي سميه انا ديما مقدم، ولكن هاد المره هادي ما غاديش نكون ساهل. خرجنا من تماك من بعد ما عطاوني الدراري مساكن لبسه اخرى، وتحركت من تماك انا وسميه. سميه كانت عارفه كاع القنات في نابولي، 20 عام وهي عايشة في الغربة، وحتى من المافيات كانت كتعرفهم كاملين. خدينا الطاكسي وتحركنا فيه. طرق كله وانا حاضر راسي غادي، وكنفكر شو الزهر كيداير بسبب وشمة. بغيت غير نستر بها السيكاتريس اللي في ظهري، وليت غارق مع المافيا. وصلنا لخرجة ديال نابولي ومشينا ديك اللحظة على رجلينا حتى وصلنا لطوروت. درنا اوتوستوب وقفلنا واحد خونا وتحركنا معاه حتى قربنا لواحد الدوار في الخرجه ديال نابولي. من بعد نزلنا وتمينا غادي على رجلينا حتى وصلنا لواحد فيرما كبيره بزاف. قالت لي سميه هادي هي الفيرما اللي غندوزو فيها الايام هنا. داك الوقت بقيت واقف وسميه غادي مكمل الطريق. بانت لي طوموبيل من بعيد تقريبا كتشبه الطوموبيل اللي زاتنا في لوطوروت. بقيت واقف وكنشوف من بعيد. قربات من حدايا سميه وقالت لي مالك؟
قلت له اخونا فلالي زدنا في الطوموبيل شنو زعما يكون عاقبيه و داكشي علاش تبعنا في الطريق اللي دزنا منه. الطوموبيل كتشبه الطوموبيل اللي ركبنا فيها وحتى ملي نزلت انا وياك بقى كيحنزز فينا مده طويله. عاد تحرك قلت لي لا 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 ياك انت اصلا ما معروفش وجهك مزيان راك غير بغيتي دير بالك وصافي. قلت لها شكون هاد الناس اللي في الفيرما؟ قالت لي ناس اللي عمرها دار خدمت عند واحد المراه هنايا شيبانيه هي وراجلها مده طويله غادي ندير راسي جينا عندهم فاكونس وغادي نقول لهم بلي راك انت اخويا الصغير. قلت لها اوه زعما حتى الدرجه كبرتي راسك. قالت لي مالك راه 12 عام ديال الفرق. داكشي اللي وقع وقفنا قدام باب دقات سميه وحلات لها شيبانيه غير شافتها غوشات بالفرحه مسكينه عنقاتها ورحبات بينا ودخلنا لداخل. قالت لهم سميه واش ممكن نبقاو معاكم واحد 3 ايام انا ولا 5 ايام؟ قالوا لا ماشي مشكل بقى يحتاج عياي. داكشي اللي وقعت عشينا معاهم وبقينا شادين ستون سميه كدوي معاهم وكيضحكوا في اتفه الاسباب. وهنا ساي كنفكر في هاد الحياه كيفاش كتبت عليا لارجع بيا الزمان لور غير في اللاج ديال 19 عام. مستحيل كنت غادي نتخيل هاد السيناريو اللي كنعيشو دابا. بقينا جالسين تماك وبالضبط مع 12 ديال الليل سمعنا الدقه في الباب ديال الفيرما. شيبانية قفزات وقالت العجب ما مولفينش يجيو عندنا في الضياف في هاد الوقت. سمعت هاد النوطة هادي ويدي لي فراسي طرن ويلي. مشات شيبانية حلات الباب وتعطلات بزاف غير تبع الشيبانية وسومية ما كملاش 5 دقائق هنا نسمع عبد الكريم هرب. مباشرة تمتم سمعت صوت ديال القرطاس قلبي تهز من بلاصتو ديك اللحظة من الخوف. مشيت ديك لحظة كنجري نقص من الصورة جبت جوج ديال السلاحات ويديا كترعدو ضربت من اللور ديال الباب ديال الفيرما باغي نشوف شنو واقع. لقيت طوموبيل كات كات واقفة قدام باب وما فيها حتى واحد. في المقابل كانت سمية مجبدة في الأرض وما كتحركش. مشيت كنجرب بسرعة كبيرة بزاف قربت من حدا وقلت لها سمية سمية. هزات ديك لحظة عينيها فيا وهزات يديها بصعوبة وسدات لي فمي قالت لي شش هرب هرب. هزيتها من تماك ديك لحظة وتميت غادي بها بين دراعي غادي وكنغوت عافاك ما تموتيش عافاك عافاك سمية. ما كملت جوج ديال الدقايق سمية ما بقاش كتنفس تحنيت في الارض ديك لحظة قصت لها النبض ديالها ولقيتها ماتت مدة طويلة ما بكيت ويمكن اخر مرة بكيت من نهار شديت ظلما وعدوانا. بقيت كنبكي وكنغوت بالجهد كالليل والصقيلة خوتنا في الله سمعوا الغوات ديالي وعرفوني بلي كنبكي على سمية. تمتم خرجوا الزور كات كات ديالهم وتمو جايين كيقلبوا عليا ملي قربوا بزاف ضربوا الفار ولقاوني واقف وهاز جوج ديال السلاحات كنت متحكم فيهم بالقوة ودموعي نازلين. ربعة ديال القرطاسات جبتهم جوج خوتنا في الله اللي كانوا القدام وجوج قرطاسات اخرين طفيت بهم الضواو ديال الطوموبيل ديال الفار. ديك اللحظة الاحتفال ولا ظلام. خوتنا في الله كانوا 5 بهم 3 كانوا راكبين اللور نزلوا ديك اللحظة هو هازين سلاح وما عارفينيش فين كاين انايا. هزيت ديك اللحظة حجرة وشيرت بها بعيد وتمتم بداو كيتيروا بلهفة كبيرة ممزوجة بالخوف. الضوء ديال القرطاس كان كبير الملامح ديالهم كانوا كيبانو مرعوبين وخايفين. مباشرة قبل ما يحبسوا التير قتلت جوج واحد اللي بقى غير شافهم طاحوا بدا كيتير بطريقة عشوائية في اليمن لاصر وكيغوت وكان واضح باللي خايف. مبقيتش كنقرب منه دقة دقة
حتى بقات بينو بينو نص مترو تقريبا. ما حس بيها مع دار ما خشيت لي كروشي. طاح في الارض ديك العضوق جيت ومن عنقه. كيش كنت شومه قلي عافاك السفاح المافيا حسابك ماشي معانا ماشي معايا انا غير خدام. قلت لي شكون نتوما؟ قال لي كامورا مافيا كامورا. ذاك الوقت صون التليفون ديالو. قلت لي جاوب وقول لهم بلي السفاح معايا. خونا جاوب ديك الهضره بصعوبه بدا كيتراعد وقال لهم السفاح معايا. قالوا لي قتلو اش كتسنى قتلو؟ قلت لي قول لهم بلي هو اللي غادي يقشرني وغادي يقشركم كاملين واحد واحد. بقى كيشوف يا خونا في الله وعيني خارجين. حطيت لي سلاح في راسه قبل ما يكمل الجمله. تشريت لي في راسه تشمتم طحت على ركابي والدموع كينزلوا. مشيت قرات من الجوتة ديال سميه وبقيت كنبكي. مع النقهة وكان مكي وكنطلب منه السماحة. هزيت السلاحات ديال خوتنا في الله كاملين درتهم في الساك اللي كان في الطوموبيل وحيتهم بزاطم ديالهم والتليفونات ديالهم. وتميت غادي وسط البحائر والظلام ما كيبان والو. دموعي نازلين وانا كنتفكر سميه كيفاش كانت حنينة معايا كيفاش كانت توجد لي العشاء وكتصب لي حوايجي كيفاش كانت تحس بيا وكتراعي ليا وعمرها شافتني شوفة ديال انني مجرم ولا مسخ. شافتني انسان كيفاش كانت حنينة معايا اكثر من والديها اللي قلبهم برد من جهتي. بقيت غادي حتى بديت كنشوف الضواب ديال البوليس غادي في الطريق. كانوا داخل الدوار اللي فيه الفيرما. بقيت غادي من بعد حتى قربت للطريق. قد قاسم من بعد تماك حدا واحد الشجرة ومتكي وكنفكر حوايجي كلهم دمايات. دوزت الحرف عكاشة ودخلت على قبل جريمة مشيت مقدم فيها. وعمرني تخيلت راسي نوصل لهاد النيفو نقتل بدم بارد. واش انا مجرم ولا كتاب عليا نكون بحال هكا؟ بقيت جالس تماك حتى الصباح وخرت للطريق ديك الهضره ندير اوتوستوب. طاليني ديالي مشية هاديك ولكن كنزطط راسي بها. بقيت واقف تماك حتى وقف لي واحد خونا غير شافني عامر دم تمتم ويكسيري. تاني تالت نفس البلان. الرابع قبل ما يتحرك هزيت عليه السلاح وقلت لي غادي تحرك غادي تموت. قربت من حدا حليت البونية ديال الباب وجلست حداه. كان مع اللور ولدو الصغير بدا كيتراعد مسكين وكيقول لي خد اللي بغيتي غير ما تأدينيش عافاك. قلت لي تحرك وما غاديش نأديك. كسير اخونا في الله وديك اللحظة بقيت متكي على الزجاج ديال الطوموبيل وحاط عليه السلاح بيدي اليسرى. ومرة مرة كنهز عينيا في الريترو كنشوف ولدو كيبان مسكين خايف. ابتسمت ليه عاد رجعت فيه الروح. قلت ليه كتعرف السفاح المافيا؟ قال لي براسو اه. قلت ليه هو انا. تمتم با كان غادي يقلب طوموبيل. وصلنا لنابولي بالضبط قريب من الزنقة في ساكنين جزائريين اللي رحبوا بينا الليلة اللي فاتت. دقيت في الباب حلوا لي هو وبقى مصدومين من الدم اللي كان في حويجي. قلت لهم عافاكم عندكم النمرة ديال خيرة. خرج واحد من اللور وقال لي عندي. علاش؟ بقى كيشوف فرايا وقال لي فينا يسوميها فينا يسوميها. بقيت كنشوف فيهم زات من عيني دمعة. قلت لي سوميا ماتت. جاش نق في يدك ديك العضو كيغوت. انت السبب انت السبب علاش دخلتيها معاك في هاد الروينة كاملة علاش؟ قلت لي متفهم الغضب ديالك سميه كتب عليها هادشي وانا راني درت الواجب ديالي. خوتنا في الله اللي قتلوها مصفيتها اليوم كاملين. القدر بغاني نلعب الدور هذا. عزايا وعزاكم واحد. سميه كانت عزيزه عليا بزاف وعمرني غادي نساها.
تميت غادي وشدني واحد الدري. قال لي صبر خو تعالى، ما يمكنش تم غادي وانت في الحاله هذه. دخلني لداخل غسلته وعطاني مسكين حوي جداد، قلت لي شكرا بزاف. داكشي اللي وقع، خرجت من تماك وطلبوا مني الدراري نبقى معاهم، ولكن قلت لهم لا، ما بغيتهمش يمشيو ضحايا فقط لانني في نظر المافيا هو السفاح المبحوش عنه. بقيت غادي كنتمشى في الشارع حتى وقفت قدام واحد الكيوسك ولقيتهم كاتبين الكابوس الاول لرجال المافيا في نابولي، سفاح المافيا يظهر من جديد، والضحيه هذا المره خمسه رجال من مافيا كامورا. بقيت كنشوف ديك الهضو كنتاكد واش خوتنا في الله عرفوني في وجهي مزيان ولا لا، ولكن وجهي ما تعرفش، وهذا بلان في صالح ديالي. شريت جورنالات تقريبا كاملين وتميت غادي محرك وكنشوف غتصاور، حيت ما كنقفلش مزيان طاليانيه. من بعد مشيت لواحد لوطيل قديم ما كيحكروش مزيان في المعلومات، رزيرفيت واحد شومبر وطلعت لها نيشان. حليت الساك اللي جبت معايا في البزاطم ديال خوتنا في الله والتليفونات ديالهم، جمعت فلوس ديك الهضاء وبقيت متكي في الهوتيل. صباح كامل متكي والسلاحات دايرين بيا. هزيت جورنال وبقيت كنقلب في الصفحات ديالو كاملين، ولقيت بلي سفاح المافيا الحقيقي كلبس كويرة في الكحل والماسك اللي دايرو فوشو شكال، كانت في بحال واحد الرسمة وسط منا حرية البحر، والبحر اللي كتعوم فيه كان حمر يمكنك يقصد به الدم. انا كنت نايض لي واحد اللحية من نهار خرجت من الحبس مع السنتة، ومدام خوتنا في الله عارفين النص التحتاني ديال وجهي، عارفين فيه اللحية، ما لقيت حل من غير انه نحيدها كيف ما قلت لكم. نهار خرجت من الحبسة مع السنتة حيت ما لقيت ما يفرح، ومدام النص في وجهي مشدود احسن حاجة هي الكرات كل شيء. في العشية خرج من الوطيل، الوطيل شاف واحد قنت في أحياء شعبية كبيرة، وأنا غادي بنت لي مطايفة على الجنب وبنادم كيغوت وهربان. بقيت غادي وجاري مع البلان، لقيتهم مقراطين واحد جوج كيعريو ليهم ظهرهم كيتشكيو فيهم. داك الوقت دفاني واحد خونا وقال لي سير بعد من هنايا، مافيا كامورا قباح بزاف وهاد يامات دايرين حملة كبيرة. مشيت ديك لحظة كملت طريقي وعرفتهم كيقلبوا عليا. مشيت ديك لحظة نيشان لواحد الشارع فيه بزاف ديال البوتيكات، دخلت قديت كويرة وطوندوز، وملي خرجت من تماك تميت غادي على رجليا. داك الوقت حسيت بحال شي واحد تابعني، بحال شي واحد مراقبني. ملي درت على غفلة غبر لي الآثار. مشيت كملت طريقي نيشان لوطيل، طلعت ديك لحظة ضربت الزيرو لديك اللحية، وحاول ديك الساعة نبدا نتصرف نورمال وكأنني إنسان عادي هنا في نابولي. خرجت من لوطيل ومشيت نيشان لواحد الزنقة كعمروها غير المغاربة والجزائريين، فيها فراشات وسوق ديال المغاربة ديال بحال الجوطية. كل شنو كيبيع تماك، كنت ديما أنا وسمية كنمشيو نتقداو تماك وكن نلقاو ندورو تماك. هاد المرة ما مشيتش بيديا خاويين، مشيت قدفت دوك التليفونات اللي ديتهم من خوتنا في الله. من بعد مشيت كندور كناكل وكنحاول ندوز شويه الوقت، وانا غادي بالي واحد المحل كيبيع لي ماسك ديال الرسوم وباطمان ودريس صغار. طليت من ورا الفيترينه بالي المحل خاوي، دخلت لداخل ولقيت راجل كبير خدام كيصيب واحد الماسك. شافني وبقى خدام وقال لي ولدك بلاش غادي يكون بغا ماسك ديال سوبرمان ولا باتمان ولا ايرون مان، واحد من هاد الثلاثه هما اللي مطلوبين دابا بزاف. قلت ليه ماشي ولدي، اللي بغا الماسك هو انا. ديك اللحظه حيد نضادر وشاف فيا، قال لي اسمح لي كنبيع لي ماسك غير ديال الدراري الصغار. جبت الفلوس حطيتهم في الطابله. داك الوقت تبدل الحوار ديالو،
قال لي مرحبا سيدي. قلت لي كتعرف سفاح المافيا؟ عاوتاني الزعينه فيه ومخلوع. قال لي براسو اه. قلت لي بغيت بحال داك الماسك اللي عنده. قال لي علاش؟ قلت لي ما تخافش، غير بغيت ندير برانك صحابي، عندهم واحد لانيف محتفلين به وانا بغيت نفاجئهم تماك. وصراحه ما كرهتش تبدا لي فيه هاد اليومين هادي. قال لي واخا، فيه شويه الخدمه، غير عطيني 3 ايام وغادي يكون واجد. خرجت من تماك ولقيت واحد الطوموبيل واقفه من بعيد. مؤخرا وليت كنشوفها بزاف وقت ما تحركش. لحظة بغيت نقطع الشانطي ونشوف شكون هما يكسيروا بالجهد. بقيت واقف ديك اللحظة وكنقول ويلي، ياك ماشي واحد مراقبني ولا عارفني فين كتحرك. ديك اللحظة مشيت قاصة لوطيل غادي ومهبط كاسكيت. داك الوقت من ديزا طومبيل راكبين فيها شقلة اللور، شقلة ديال عباد الله. شوية بداو كينزلوا واحد ورا واحد وكيوقفوا أي واحد في الشارع، شكو فيك قلبوا لي ظهرو. من بعد كتلقوا منه. كنت انا سابق من قدام وكنت غادي كنتمشى بالزربة، حتى حسيت بخطوات تابعيني بنفس السرعه اللي كنت غادي بها. ديك اللحظه بانت لي واحد زنيقه صغيره ودرت لها بالخفا ودركت ورا واحد الباب. تم داخل واحد خونا من ديك خوتنا اللي كانوا في الطوموبيل وكان كيقلب عليا. اللحظة اللي دار شاف جيتي ويهز علي السلاح، قال لي تعالى. قرب ديك الهضره محدا وقال لي دور ودير وجهك على الحيط. درت ديك الهضره وقرب من حدايا يلا بغا يهز التريكو. قلت لي بلاتي ما نصحكش، داكشي اللي غادي تشوفه غادي يحكم عليك بالموت. خونا فلاك ما سمع مني كاع، ما هز التريكو، ما شاف الوش وما تصدم، ما ضربتو دماغ من اللور. طاح لي السلاح ديالو وشد فنيفو. تمي تقاصدو ويجبد المضاد ديك اللحظة وبدا كيضرب في الخوا وكيبان مخلوع لدرجة ما كانش مركز هو كيضرب. وانا غادي قاصدو ديك اللحظة وما خايفش، حتى البلانات هادو كانوا كتكرروا ديما في عكاشة. اللحظة اللي قربت لي بزاف خطفت لي المضاد من يديه، شنقت فيه ديك اللحظة بيد وحدة وخشيت لي الموس في عنقو وبقيت شاد مدة طويلة حتى الدم والأمانة أمانتو. ديك اللحظة مسحت لي الموس في حويجو وطلقت منه. تحركت ديك اللحظة من تماك نيشان لوطيل، رجع السفاح من جديد في أبرز العناوين ديال الجرائد الغد ليه. السفاح المافيا قاتل تقريبا لحد الساعة 140 عضو، كلهم المافيات بثلاثة، مافيا كامورا والكوزان روسترا وندران جيتا. والحدود الساعة حتى واحد ما عارف علاش هادشي كامل. داس من بعد 5 ايام ملي تكالمات داوا مشيت عند خونا شيباني، لقيتو قاعد ديال ماسك، خديتو من عندو تحركت من تماك ومشيت لداك السوق ديال الجوطية وخديت تليفون مستعمل. من بعد خديت لاكار جديدة ورجعت لوطيل. جبت الماسك ديك اللحظة وقفت قدام مرايا ودرت في وجهي وتمت متفكرت كاع الحوايج الخايبين اللي دازو في حياتي. شحال من مره كنت غادي نموت في عكاشة والظلم اللي تعرضت ليه. القاضي والمحققين والناس قال لي ما امنوش بيا، هما سبابي، هما اللي خلوني نكون بحال هكا، وبنسبه كبيره عائلتي كنت متوقع منهم يعاونوني نتخطى الازمه النفسيه اللي انا كنمر بها. ولكن والو، زادوا وركوا على الدبرة. حيت الماسك ديك اللحظة وبقيت شاد في راسي، ويلي واش رجع لي المرض النفسي ولا شناهو. فعكاشة كان جاي عندي واحد الطبيب نفساني كيجي كل مرة كيشوف الناس اللي كيجبدو الصداع والمشاكل وكاع ما قادرين كاع يتعايشو مع الفكرة ديال الحبس. ريح معايا في الطابلة وقال لي بلي راك كتعاني من مرض نفسي، تكون زعما النفسية ديال مريضة ولا شناهو، شنو كندير. شداتني واحد الخنقة خايبة بزاف وتمنيت ديك الهضرة غنسمع صوت الوالدة تقولي شي كلمة زوينة
من سبع شي كامل اللي فات. ديك اللحظة وانا مجبت تماك حاولت نتفكر النمر ديالها، وقعت عليها اخيرا حيت كنت ديما كنعيط لها في عكاشة. عيطت لها وبقى كيصوني التليفون، جاوباتني وقلت لها هالو ماما الحنانة. قالت لي برود ولدي عبد الكريم فين غابر ولدي؟ بقيت ساهي ديك اللحظة وقلت لها انا غادي نرجع مهمتي. قالت لي علاش؟ سمعت علاش ديك اللحظة والدموع بداو كينزلوا. كنت كنستنى منها تقول لي واخا ولدي راه توحشناك، جي وليدي اليوم قبل غدا. ولكن والو كلمة علاش كانوا فيها بزاف ديال الحوايج. قلت لها وانا كنضحك والدموع نازلين غير كنضحك معاك امي انا ما راجعش ويمكن عمرني مازال غادي ارجع. قطعت عليها التليفون والدموع نازلين. داز ديك الليله في الصباح تحركت عاوتاني للجوطيه، كنت باغي نتحرك فشي بلان نبيع تماك ونشري مع شي واحد ندوز الوقت. ما نبقاش غادي من لوطيل جاي من لوطيل، واصلا الفلوس بداو كيتقاداو يعني في النهايه غادي نتحدى. مادام كاينين تماك مغاربه وجزائريين غادي يتعاونوا معايا بلا شك. داكشي اللي وقع، مشيت تماك وبقيت كنتبربص كنسول اي واحد واقف تماك، والاغلبيه قالوا لي بلي القضيه مزيره بزاف هاد الايامات. السوق ولاو معمرين اكثر يا رجال ديال المافيا، والناس اللي غادي يجيو يتقداو من المدن الاخرى طبيعه الحال كيخافوا على راسهم. بقيت كندور تماك حتى تلاقيت مع واحد الراجل سمعني كنقلب على خدمه وبغيت يعاون معايا. مسكين الراجل عنده محل صغير ديال القهوه كيبيع فيه القهوه. قال لي تبقى تقاد معايا الطوابل وتني طوايد الدنيا هنايا. قلت له واخا عمي ماشي مشكل. بديت مع الخدمه داك النهار نيت تمتم عطاني واحد البلوزه وبديت خدام معاه. انا خدام معاه وهضره كتجبد هضره وكنت عارفه على بعضياتنا. شويه بدا كنصح فيا بس زعما تخص فراسي ومن جبد صداع ونبقى عطي بلا متيقار. وبلي كيجيو عنده بزاف ديال الرجال ديال المافيا وبدا كيدوي على السفاح ديال المافيا والروينه اللي منوضه في نابولي. داك الوقت عاودت لي الظروف ديالي وبطبيعه الحال فيرسيون واحده اخرى باش يشيق بيا ويحن فيا. وقال لي اسمع عندي واحد الدار غير سادها، بغيتي تولي تبات فيها ما كاين باس وما غادي نحسب عليك والو. بين ما تقادات الامور ديالك وديك الساعه بطبيعه الحال غتخلصني. قلت لي صافي واخا الله يحفظك. الراجل المسكين اللي خلاه يتعامل معايا بحال هكا هو انه حتى هو ملي كان باقي صغير جا لطاليان غير حراك، وانا ما كانش خاصني نضيع هاد الفرصه هادي. واخا مسكين ما عارفش بلي انا سبب البلا مؤخرا. داكشي اللي وقع، كانت اخر ليله ليا في لوطيل. من بعد مشيت لديك الدار وبقيت خدام مع داك الشيباني. كل نهار كيعطيني 20 اورو وما كاملاش 15 يوم. صافي بديت كنقول نجمع راسي ونبعد على الصداع والمشاكل. ما كلاش نهز الباطل على واحد انا ما عارفوش اصلا شكون هو، ومادام هو قاتل 140 واحد الا مشاو حتى شدوني بلا شك غادي يربقوا لي كلشي ويجمعوا لي حب وتبن وانا ما داير والو. القنت اللي كانت فيه القهوه ديال خونا في الله كان داير بحال شي مستعمره ديال رجال المافيا. كل مره كانت كتوقع شي حاجه تماك اللي خايبه، سواء كيتعداو على بنادم سواء كيضربوا شي واحد. وكل ما كنشوف داكشي كيضرني خاطري ولكن كنغمض عينيا. حتى الواحد العشيه واحد الدري مغربي كان واضح باللي حراق من اللبس اللي كان ضارب كان موسخ بزاف والحموم في وجهه، بينما مسكين جال الطاليان غير حارك. الدري تقدر تكون عنده ديك 20 عام وكان ضارب توني ديال المغرب، تناقش مع شي واحد تماك وضربو وصدق خونا في الله اللي ضربو من المافيا. النهار كله هما كيقلبوا عليه حتى شدوه في ديك الساعة اللي كانت اونفاس مع القهوة اللي خدام انا فيها. شدوه الرجال ديال المافيا وشبعوا فيه تصرفيق وتباوط في ديك الساحة نيت. كلشي كان كيتفرج وتا واحد ما قدر يدوي. بداو كيشتفوا عليه مسكين وهو مكمش في الارض مكالي على وجهو وكيغوت وكيبكي. بقيت كنشوفو يديا كترعد. شنو غندير
في الآخر مسحت يديه ومشيت ذكر هذا بلا ما نشعر ندافع عليه. غير قررت حدا ما يزو لي السلاح بدقة واحدة وبداو كيسبو فيا داك الطاليانية المخزة ديالهم. داك الوقت جمو القهوة تم غادي كيجرني باللور بالقوة. ملي قربني القوة بدا كيتفرقع عليا. هيك دويت معاك صاحبي، علاش درتي لي فراسك؟ علاش؟ واش باغي تموت؟ هادوك عندهم بشر بحال الحشرات. قلت لي حتى انا. قال لي شنو؟ قلت لي صافي صافي. بقيت واقف من بعيد وخونا في الله كياكل في العصا، وخوتنا في الله ما مشاو حتى خلاو كله دمايات. ديك الساعة ضاروا بين المغاربة والجزائريين كيسولوا فيه، حيدوه من طريق نقز واحد وقال لهم خوتنا في الله اللي عطاو العصا راهم من كوزان وسترا، راهم ساكنين في الشارع اللي ورانا. قربت كرهضة محدا وقلت ليها فين بالضبط؟ قال لي الموبل 15 في الطروازيام. شحال من مره اللي فريت لهم البيتزا تماك. خوتنا في الله مكاريب ديما سكرانين عاطي للزهون النشاط، كاع ما كيدوب فمهم كاع. خوتنا في الله كيدوب غير بالسلاح. الدري كان كيتوجع في الارض. قربت ديك الهضره من حداه شافني وقال لي شكرا بزاف، انت بعدا درتي الجيستو بغيتي تدافع عليا. قلت لي شوف هانية مسحها فيا، وخوتنا في الله غدا ما غاديش يصبحوا. ضربته في صدره ديك الهضره بقوه ومشيت رجعت لخدمتي. داز داك النهار وفي الليل لبست الكويره ديالي، هزيت ربعه ديال السلاحات، جوج درتهم اللور وجوج درتهم القدام. مع ديك جوج ديال الليل تقريبا قصد داك الموبل. دخلت مع الباب ديالو تميت طالع في الدروج، درت الماسك وتميت غادي في الدروج حتى وصلت للطروازيام. كانوا جوج ديال البارطمات، واحد على اليمين والثاني على اليسار. دقيت في الاولى ديك اللحظه وسمعت خطوات جايين قاصد ديال الباب. ديك اللحظه حلات واحد البنت شافتني واقف ويا السلاح وداير الماسك ويتغيب. عرفت ماشي هي البارطمان المقصوده اللي فيها خوتنا في الله. دقيت ديك اللحظه في البارطمان الثانيه، حل لي واحد خونا كان سكران. قبل ما ينطق الكلمه الاولى تيريت لي فراسو ودست عليه وتميت غادي داخل. لقيت دوام بلبل لداخل، بنات الليل وقرعة شراب في كل مكان. ما كنت صراحة كنظن بلي المهمة غتكون ساهلة بحال هكا حتى للدراجة. سكت ليهم كاملين الحجرة، وبنات الليل جمعتهم في واحد القنت وقلت ليهم كلمة وحدة، غتموتو كاملين. خرجت ديك الهضرة من تماك وتميت هابط في الدروج. قبل ما غادي نحيد الماسك سمعت طوموبيلات وقفوا قدام باب ديال الموبل. تمتم تدركت ورا واحد البودرة وما يدخلوا عصا ديال الرجال مسلحين واحد ورا واحد، وكانوا متحمسين. ديك اللحظة زيت عيني في المكانة ديال الضو. هبطت ديك اللحظة الضو وليت ظلام في الدروج، وبديت كنتكي فيهم من اللور. غير كنتيري بطريقة عشوائية حتى خوا ولي سلاحاته بربعة. كانوا ثلاثة من أصل دوك العشرة اللي باقين حيين. خرجت ديك اللحظة من الباب ولقيت عباد الله كيصوروا من الفوق، ناس واقفين من الطوموبيلات، وانا غادي كنجري وتابعيني دوك ثلاثة. صوت القرطاس كنحس بيه كيدوز من حدا ودنيا وكيخلي واحد النغمة في شكال. بقيت غادي كنجري وخوتنا في الله ما مفاكينش معايا حتى عييت بزاف. داك الوقت وقفت متكي على الكاميو وجبت المضة. اللحظة اللي قرب لي الاول خرجت ديك اللحظة بسرعة كبيرة، ضربته بالمضة قراطيتو حيت لي السلاح ديالو. خونا التاني كان موراه مباشرة، غير شافني قراطيتو بدا كيتيري بالسلاح جاب لاكش مقراطي بلاخر ومكالي به. ديك اللحظة خطفت لي السلاح ديالو وتمتم تيريت فيه. اللحظة اللي غادي ندور وقف علي التالت، ضر لي ولد حرام من اللور، حط لي السلاح في راسي وقال لي هبط سلاحك، هبط سلاحك ولا غادي تموت. بقيت ديك اللحظة واقف وما عارف من دير. عشرة ديال الثواني دماغي وقف فيها وما بقيتش قادر نفكر باش ناخد قرار. داك الوقت سمع صوت ديال القرطاس، قفزت وبقيت واقف بلاصي وكنشوف في الارض وكنقول ويلي. واش حتى للدرجة ما حسيت بوالو.
ديك اللحظة درتو بالي خونا فلادي كان هز عليا سلاح طايح مجبت في الأرض. شكون قتلوه؟ الله أعلم. سمعت ديك الهضره صيغين ديال البوليس، هزيت السلاحات وتميت غادي كنجري. بعدت من تماك مشيت نشر الدار اللي عطاني الشيباني من القهوة. دخلت لداخل وبقيت كنهش، حيت الماسك ديك الهضره ما عرفتش علاش كندير هادشي. واش كنت انتقام من الناس اللي ظلموني بديك الطريقه، ولا حيت درت راسي في بلاصه الدري اللي حقروه في الساحه؟ واش انا خايب ولا زوين؟ دخلت ديك الهضره دوشت وغسلت حالتي من الدمايات اللي كانت عليا. دازت ديك الليله في الصباح مشيت نيشان القهوه بحال ما في راسي متعاود. لقيت كيف ما العاده الدوام بلبلة تماك. شباني بدا كيعاود على داكشي اللي وقع لدك خوتنا في الله اللي تعداو لداك الدري الصغير، وقال لي بلي ربي كبير وراهم خداو الجزاء ديالهم. وانا غادي معاه في الكلام وكنقول ليه مزيانه فيهم. داس من بعد جوج سيمانات المافيات كلهم اتحدوا مع بعضياتهم، وليت كنشوفهم في كاع القنوات. كنت اخر واحد يقدر يشكو فيه في ديك المنطقه اللي كنت خدام فيها. كان بان درويش ما عنديش شي فورمه كبيره بزاف، كنمسح الطوابر كناخذ البوربوار وشكون غادي يشك فيها. من بعد سيمانه المافيات حطوا مبلغ كبير لاي واحد قدر يجيب سفاح المافيا حي ولا ميت. حتى للدرجه سفاح المافيا كان خارق في وسط امه الرعب ديال بصح. داكشي علاش قررت نبعد شويه من الصداع وخان في السحاره، حتى انا عارف ما كنحملش الظلم. حتى شربت من كاسو حتى تقهمت، بقيت عايش حياتي نورمال. كنصور 20 اورو في النهار، كناكل منها النص وكنشرب بالباقي. الرجال ديال المافيا كانوا كباليو نسخه وحده، وكانهم قطعه وحده وتقسماتها لبزاف ديال القطع. داكشي علاش وقت ما كان كيباليش واحد من الكامورا وحسيت بيه مخزز، كنشوف ديك الهضره في عيني الوجه ديال سميه وهي كتموت بين دراعي. ما كصبحش علي الصباح كيكون مات في وسط الروينة كاملة. حاجة وحدة اللي كانت كدرني في خاطري هي عائلتي. ولا واحد فيهم هز نمرة ديال التليفون وعيط ليا وسول فيا، وخا يقول لي غتفوالك، وخا هما عارفين النمرة ديالي. واحد العشية جاني ابيل نيميرو بريفي، تصدمت ديك الهضرة وتهزيت من الداخل. نمرتي ما عطيت شي واحد من غير الوالدة اللي كنت عيط ليها داك النهار. جاوب ديك العضه بلهفه كبيره لا تكون هي، تقول لي يا ولدي وطلب مني السماحه، ولا تعرف انا قصرات في حقي بزاف. جاوب ديك العضه وقلت الو شكون معايا؟ هو يجاوبني واحد الراجل قال لي سلام، يمكن انا الوحيد اللي عارفك باللي انت هو سفاح المافيا. قلت لك هكا باش الهضره بيناتنا تكون واضحه من البدايه. بغيت ندير معاك واحد الصفقه الا قبلتي. قلت ليه ديالاش؟ وكيفاش جبتي النمر ديالي؟ قال لي بغيتك تكون البودي غارد ديال بنتي، عندي بزاف ديال الاعداء كيحفروا ليا، وانا ما بغيتش بنتي تاهدى، وغادي نخلصك مزيان. واحسن ليك من انك تبقى تشطب طوابل في ديك القهوه الحقيره. قلت ليه شكون نتايا وكيفاش عرفتيني انا ساكن هنا ونمرتي؟ قال لي اسمع، انا مافيوزي قديم، شفتك بالصدفه واحد الليله وانا اللي عتقتك من داك خونا اللي كان غادي يقتلك. راقبتك وعرفت عليك بزاف ديال الحوايج، وصدقني بلي راني عارف عليك كل شيء وما ناويش الغدر. غدا مع 10 ديال الصباح الباب ديال لوطيل اللي كنتي كتبات فيه مؤخرا غادي تلقى فيه واحد الراجل سميتو كاسبر. داك الراجل غادي يتكلف بكل شيء. يلا كنت باغي نسولو بزاف ديال الاسئله، هو يقطع عليا. بقيت ديك العضو واقف ومتردد، شنو هادشي؟ شنو غادي ندير؟ عندك يكون فخ دايرين المافيا، ولكن كيفاش خونا في الله عارف عليا كل شيء؟ ولا كان فعلا ناوي يغدر وناوي يقتلني، شنو غادي منعو انه يهجم علي دابا نيت
مادام انا بوحدي في الدار. ديك الليله ما قدرت الناس كاع، مره كنطر من شرجم كل ما سمع الطوموبيل دازت ولا وقفات قدام الباب. صباح ليت عينيا مع تسعود وما كنت عارف من دير، ومشيت لذاك الهوتيل. وصلت تماك مع ديك العشرة نيت، ومن بعيد بالي الراجل واقف تماك. قرب ديك الهضره من حداه وقلت ليه كاسبر، تمتم ابتسم لي وقال لي تفضل بإشارة منه لواحد الطوموبيل مرسيدس. مشيت ديك الهضره وحل لي الباب اللوراني، جلست وتم غادي بيه، وما كنت قادر نسول ما قادر نقول والو، حتى وقف بيا قدام واحد كلوب ديال السبور. ديك اللحظه قال لي غادي نتسناو ماريسا وغادي نتحركو. قلت لي شكون هادي؟ قال لي بنت البوس اللي غادي تكون البودي غارد ديالها. بقيت جالس تماك وما كاملاش 10 دقائق قال لي هاهي جايه. طلعت ديك الهضره من الشرجم حدا راسي وبانت لي جايه وكتضحك، قاطعة الشانطة وكتضحك. تكون في عمرها ديك 25 عام ولكن كانت كتبان صغيرة. عمرني الصراحة شفت شي بنت زوينة بحالها. ركبت اللور حدايا وكتضحك، مدات يديا وبقيت ساهي فيها. سلمت عليها وقالت ليه كاسبر شكون هذا؟ قال لي هذا البادي غارد ديالك. خطنا في اللغة سمعت البادي غارد بدات كتفرقع بالضحك، حيت يمكن الفورما ديالي ماشي ديال بودي غاردز. بقيت ساكت ديك الهضره وكل ما جات عينيها فيا كضحك. في الاخير قالت لي شنو سميتك؟ بقيت كنشوف فيها وكاع ما جاوبتها كاع. داك الوقت تعصبات وقالت لكاسبر لا قول بابا ما بغيتوش، هذا براسو خاصو بودي غارد. بقينا غادي حتوصلنا لواحد الفيلا كبيره بزاف. نزلت البنت ودخلاتها وقال لي كاسبر ماريسا شخصيتها قويه بزاف، بالرغم انها ضحوكيه وكذا الا انا وشخصيتها قويه، خصك تصبر معها شويه وصافي. قلت لي نصبر عليها تما اللي باغي نصاحب معها، انا جاي ندير خدمتي وصافي. دخلت ديك العضله الداخل وبقيت كندوي مع كاسبر على الخدمه ديالي. كنت باغي نشوف باها ولكن الصراحه ما لقيتوش. وقال لي كاسبر ما كاينش، المهم بعدا راه وصاني عليك مزيان، غادي يكون عندك بيت في الفيلا، ووصاني البوس نعلمك تسوق الموتور الكبير، هو نيت اللي غادي تولي تديبلاصا بيه وتبقى متبع بيه ماريسا. داكشي اللي وقع. مشيت ديك على البيت ديالي ولقيت حوايج جداد، روايح جداد. وفي داك النهار نيت كاسبر بدا كيعلمني نسوق الموتور الكبير. الحلم ديالي في اللاج ديال 18 عام، كنت متحمس بزاف بحالها، كنت متحمس بزاف وانا كنتعلم ليه، وبحال رجع بيا الزمان داك اللاج ملي كنت كنحلم بهاد الموتور. الموتور كان سهل صراحة حيت كان اوتوماتيك، كسيري تعيش فراني تموت. بغيت تعلمت ليه وتحكمت فيه. ما كاملة السيمانة وليت كنحك ليه الرويد في داك الشارع اللي كان قريب للفيلا، صداع كنت كنوضو تماك. المشكل اللي كان عندي هو ماريسا، كان خاصني نتقرب منها ونتودد ليها. ماريسا اللي كانت كتبقى تطلع عليا من الفوق وكتبقى تضحك عليا، ما تقبلاش نهائيا نكون انا هو البادي غارد ديالها. وانا الصراحه كان عاجبني البلان ديال نبقى مراقبها من بعيد. كاسبر وراني واحد البيت في لاكاف فيه مالات دوا طاب من الاسلحه، واللي عجبني في دوك الاسلحه هو السيلونسيو قد الغراض حسيمسي. وعجبتني هاد الحياه وسط الفيلا والرفاهيه والماكله النقيه، واللي عجبني اكثر هي ماريسا باش نبقى مراقبه كل نهار. الصراحه هادشي ما كانش في الصالح ديالي، صغتو ملي كتهبط البيسين ولا كتكون غادا الكلوب، الضحكه ديالها والابتسامه ديالها طرقة كيفاش كتمشى. من بعد 20 يوم ما كناش كندوي انا وياها بزاف، غير هو فين ما كانت كتكون ماريسا كنت كنكون انايا. ماريسا كانت كتجمع مع بزاف ديال البنات لاباس عليهم، وكانت كدوز بزاف ديال السهرات،
واحد ليله كانت فواحد السهره وشربات بزاف، وبقيت انا لداخل مراقبه من بعيد وكنشوف الناس اللي جالسين تماك عايشين في عالم موازي. ذاك الوقت قرب من حدا واحد خونا قال لها واش تشطحي معايا. ماري صوفقات وبقات كتشطح هي وياه، وبقيت انا من بعيد واقف مراقبها وكنشوف خونا فلا كيفاش كيتعامل معاها. شويه بدا خونا فلا كيحاول يتبسل عليها. ذاك الوقت ماريسا لما عجبها الحال كاع دفعاتو وتمت غادة في حالاتها. لحظة اللي شدمني يدي يلا كان باغي يصرفقها ونشد لي يدي بدون مقدمات، انا ماشي ملعكزين ضربته بدماغ وبقيت شادو من يدي. ناض واحد خونا صاحبو توا كيسبو كيعاير، غير قرب من حدايا قجيتو من عنقو ودفعتو بالقوة حتى تلاح من فوق واحد الطابلة. ديك اللحظة دخلوا بودي غارد كاملين جاعرين وجاو بيناتنا. من حسن الحظ انهم تعاملوا معايا مزيان، اما ديك اللحظة تمنيت حاجة وحدة، ما نضطرش نخدم السلاح ديالي. جريت ديك اللحظة ماريسا بالقوة، بدات كتسب وكتعاير وكتضرب وخطفتها وتميت غادي بها. ملي حطيتها ديك اللحظة ويتها وهي صرفقني قدام صحاباتها، خطنا فلاك صحاب لي غادي نحن فيها، شنقت عليها من عنقها وسقتها من الحيط وحطيت لها سلاح في راسها. قلت لها بارك مالك شنو كيسحابك راسك؟ بقات كتشوف يدك العضوية مصدومة، شوية بدات كتبكي بحال شي بنت صغيرة، حيت سلاح ديك العضوة وعنقتها وخرجتها من تماك. ركبتها معايا في الموتور حيت كان سكرانة بزاف كاع ما غادي تقدر تسوق. عطيتها الكاسك ديالي، ديماريت الموتور ديك العضوة وجبت الكابلي. داك الوقت بزمنها شدت فيا بالقوة، بقيت غادي مكسل الموتور بسرعة كبيرة بزاف. وصلنا للفيلا وهزيتها بين دراعي وديتها نيشة البيت ديالها. ديك الليلة تبدلوا بزاف ديال الحويش. ماريسا عرفاتني شو كان سوا، والنظرة ديالها ليا تبدلات، ولات من بعد كتصرف معايا نورمال، كتضحك معايا وكتحتارمني وكتستشرني في أي حاجة بغات ديرها. ما كملاش خمس ايام على ديك الليله ماريسا عجباتها الركبه في الموتور وقالت لي غادي نمشي معاك غير في الموتور. هادشي خلات تزيد تقرب مني كتار وتكون قريبه ليا، والصراحه هادشي ما كانش في الصالح ديالي حيت انا عمرني بغيت ولا تصاحبت، وحياتي كامله فيها غير داكشي الخايب. فجاه لقيت راسي عايش واحد السيناريو ما كانش ابدا في الحسبان، بحال وليت كنجاد بزاف لماريسا وكنبغي ديما نكون حداها. من بعد تقريبا جوج سيمانات ديت ماريسا لداك الكلوب اللي كتمشي ليه ديال السبور ودخلت معاها. واحد الكوتش غير شافها جات ديك العرس سلم عليها بلابيزو وبقى كيضحك هو وياها، وانا ما عرفتش علاش ما عجبنيش الحال. خونا فلاك كيوريها الحركات اللي كدير وكيقيس الجسم ديالها بكل سهوله. ملي حسيت بيت ماذا قصدت ديك اللحظه وبعت لي يدي. خونا فلاح عجبها الفورمه ديالو بدا كدفع لي الصدر وكتعرض عليه. جبت ديك اللحظه السلاح وحطيتو لي فراسو، قلت لي اسمع ملي نفخو الحديد كيفشو الحديد سير حيد من حدايا. نوت البلباله في الكلوب، خونا فلا قامت سرطات لي قاع وخرجوه صحة خوتنا فلا لي خدامي تماك. خرجت ديك العظام تماك وانا معصب. داك الوقت نيت عيط لي باها هو، وحيت كنت معصب بزاف تمتمكت لي ما بقيتش قادر ندير خدمتي اللي طلبتي مني. قال لي علاش؟ قلت لي وليت كنحس بمشاعر تجاه بنتك وانا عارف هادشي مع الخدمة، وليت غير كنخربق، من الاحسن نشوف ليها شي واحد اخر يدير حدود بالخدمة وبين هادشي. قال لي انا بغيتك نتايا، وبالنسبة للمشاعر ديالك انا مكملنيش داك الشي اللي كتحس به حيت حنا ما كنتحكموش فيه. قلت لي داك الشي اللي وقع دابا شوية في الكلوب، وقال لي غلطتي، كنت تقطع لي يدي حيت انا تفاهمت معاك النهار الاول حتى واحد ما يقيس لي بنتي. بقيت كنضحك ديك اللحظة، وهادشي اللي قال باب بحال عطاني امل في علاقة انا ما عرفهاش واش غتكمل ولا لا. قال لي
هكاك نبغيك. بقات غادا الحياة نورمال. واحد ليلة طلب مني بات ماريسا وحط طلب غريب، عطاني عنوان ديال واحد مافيوزي وقال لي أدخونا في الله بلي مؤخرا قتل واحد البنت وضمص القضية كأنه ما دار والو، والبنت مسكينة لاحة في البحر والحدود سال الأهل ديالك يقلبوا عليها. قلت لي كون هاني، خديت العنوان ديالو وما كملش يومين قتلتو وسط الدار ديالو. بقيت عايش بحال كسكيزوفرينيا، النص عبد الكريم والنص الثاني سفاح المافيا. كل مرة كيدوز الوقت كنحس بلي ماريسا كتلعب لي في البارامتر ديال حياتي، خصوصا التعامل ديالها معايا تبدل بزاف. بقات غادا الحياة بحال هكا نورمال. من بعد 5 شهور الأمور كانت مكالمة. وقت ما سمع شي واحد تعرض للظلمة كنهز الماسك وكنقضي الغارات. واحد الليلة ماريسا مشات بوحدة لواحد الفيلا كانوا فيها غير البنات بيناتهم دايرين انيف تماك ومحتفلين. بقات كطلب فيا وقالت لي عافاك خليني بوحدي مع البنات براحتي. بصراحة ما قدرت نقول لها لا، واخا انا عارف بلي هادشي مخالف على المهمة اللي عطاني باها. داك الوقت كنت متكي انا في الجردة وطارق المزيكا وكنرجع شريط ذكريات حتى صونا التليفون ديالي وقفزني من بلاصتي. اللي جاوبت لقيتو بوت ماريسا، وكان على غير العادة ماشي كيف ما موالف كندوي معاه. كان معصب ديال بصح وكيغوت. قال لي فينك؟ قلت لي في الفيلا. قال لي ماريسا واش معاك؟ قلت لي لا. قال لي فينا هي؟ قلت لي شنو كاين ديك اللحظة؟ وبدا كيغوت عليا. سير دابا غادي يخطفوها وغادي يقتلوها، سير دابا عافاك. سمعت هكا ودارت بيا الدنيا. مشيت كنجري للبيت هزيت الساك والماسك وخرجت ديك اللحظة من تماك. هزيت الموطور بسرعة كبيرة بزاف غادي والماسك فوجي بلا كاسك بلا تلعبة. داك الوقت كانوا البنات محتفلين في الفيلا ديالهم حتى دخلوا عليهم رجال ديال المافيا مسلحين. ما كانوش ناويين يأديو حتى شي واحد، كانوا قاصدين ماريسا. ماريسا اللي هزات تليفون هذيك اللحظة بدات كتصوني ليا وانا غادي في الطريق. جاوب ديك اللحظة وسمعتها كتغوت. اللحظة تم خارجين بها في الطوموبيل لقاو قدامهم موتور كبير واقف حابس عليهم الطريق وضارب الفار. خوتنا في لاوخا هكاك شافوني وتمو جايين مكسيرين. ملي قربوا ليا ما تزعزعت كاع، تمتموا ما يضربوا فرنسيك. نزلوا 4 ديك لادام مسلحين ملي شافوني تصدموا بحال شافوا ملك الموت، يمكن شافوا قدرهم سفاح المافيا. تيريت في الاول والثاني وتحت تمتم ورا الموطور وبقيت مكالي بيه. خوتنا في الله اللي كانوا معاهم دوك الجوج بداو كيتيروا فيه بطريقه عشوائيه وانا متعاقب داك الموطور وكنهش. جوج ديال التواني تروليت في الارض وتيريت فيهم. الخامس ديك اللحظه ديال مار الطوموبيل وتم جاي قاصدني وكان ناوي يدوز عليا. جاب الله جمعت الوقفه ونقصت ليه فوق الباربريز وبقيت متشبج به. خونا في الله اللي كان صايك كان كيدوز من اليمين واليسار وقال ما مخليني قاعد نركز ونهز السلاح ديالو ونتيري فيه. داك الوقت هو يهز علي السلاح ديالو ويشيري فيه. طلقت ديك اللحظه يد وحده وبقيت مشبت بالثانية. من بعد عاود تحكمت في الشدة مزيان قبل خونا في الله ما يعاود يشيري فيه. غراطاتو ماريسا من اللور ديك اللحظة ديفيات الطوموبيل على اليمن وتمت غادة بسرعة كبيرة وسط البيست. بقيت كنضرب ديك اللحظة في باربريز حتى تقبتو بيديه. بصيفتي يدي لداخل وقجيتو من عنقو. جبت ديك اللحظة موسى باليد اليسرية وبقيت كنتقف في الباربريز. داك الوقت غوتات ماريسا بالجهد. ضرت ديك اللحظة لقيت الطوموبيل غادة بسرعة كبيرة في اتجاه واحد الشجرة اللي هي كبيرة. ديك اللحظة ما كانش عندي وقت اللي غادي نضيعه، خونا في الله غادي خصني نفارع معاه. بقيت كنضرب بالموس حتى خشيت يدي لداخل وانا خشيت الموس في عنقه. تم تضربات الطوموبيل بالجهد مع ديك الشجرة. تلاحيت ديك اللحظة من الفوق
وتزاطعت مع الشجرة. كليتها ديال بصح في ظهري. ديك الوقت الطوموبيل شعلات في العافية. حاولت ذكر هذا النوض وكان الألم كبير بزاف. نزلات ماريسا كلها دمايات. قربت من حدا وهي خايفة وكتبكي. نوضاتني ومشيت كنعرج ومشيت كنجري زيت الموتور ديك اللحظة بصعوبة. ركبت معايا ماريسا وتمت غادي بسرعة كبيرة بزاف حتى وصلنا للفيلا. دخلت لداخل ديك العدونة نطيح لها على وقفتي. قربت من حدايا ماريسا وحيدت لي الماسك من وجهي. داك الوقت شاف الدم نازل من كرفي بزاف. جا كاسبر تمتم بطني لاكاف. مكملاش ربع ساعة ماريسا كانت حدايا كتبكي. جات واحد الطبيبة أول مرة غادي نشوفها. قلبت الجرح اللي كان فيه وحيدات لي القرطاسة وغطاتني لداخل وخلاتني تماك. داك الوقت بديت كنحس بالتبوريشة وبديت كنحس باللي بديت كنهلوس حتى لقيت راسي كنغوت. والله ما درت شي حاجة. والله تم تلوم بالله. والله ما أديتو. والله ما قتلتو. صدقوني عافاكم ماما بابا. والله ما درت شي حاجة بالله. والله تباري بالله سعد القاضي صفني عافاك. والله ما دير شي حاجة بالله. بقيت كنغوت وكنهلل بالداريجة في لاكاف. برا وحدة دقات لي الطبيبة كانت كفيلة انها تخليني نرتاح من ديك المعاناة. خلاتني نتكالم ونغمد عينيا. داز ديك الليلة في الصباح لقيت راسي ناعس في البيت وحدايا ماريسا. حليت عيني ديك العضوية تبتسم لي فوشي. قالت لي يا شكون تايا؟ سفاح المافيا ولا عبد الكريم ولا البوديغارد؟ شكون واحد فيهم؟ قلت لها شكون بحالك؟ ثلاثة ديال الشخصيات باش جامي يجيك الملل. قالت لي علاش درتي هادشي كامل حتى للدرجة انت وفي لخدمتك؟ قلت لها بطبيعة الحال حتى واحد ما غادي يبغي يموت على قبل خدمة كديرة. الدافع اللي خلاني ندير هادشي كبار من هادشي كامل اللي قلتي دابا. قالت لي شنو هو؟ قلت لها هادشي. بقات كتشوف في ديك الهضره وجهها تزنق وقلبات الهضره. ذاك الوقت صون التليفون ديالي. لقيتو بات ماريسا. قال لي يا ماريسا امانه في عنقك ولكن علاش مشيتي بالماسك؟ قلت لي ما شعرتش. كنحس بالماسك بلي انا اكثر وحشيه ملي سمعت بلي ماريسا غادي يخطفوها وغادي يقتلوها. كنت خايف على شخصيتي العاديه تاثر ولا ندير شي حاجه ماشي هي هذيك. ما كانش عندي جانب للخطا. داكشي علاش بغيت نكون بالشخصيه المتوحشه اللي فيا الداخل. قال لي ما عليكش. الحمد لله بعد التواهد من دوك الرجال اللي تواجهتي معهم ما بقى حي. قلت لي شكون هما هذوك ومالهم مع ماريسا؟ قال لي هادوك مافيا درانغيتا. وصلتهم معلومات بلي انا باقي حي. داكشي علاش بغاو يخطفوا لي بنتي باش يجبدوني اليوم. غتخويو الفيلا وراه كاسبر عارف فين غادي يديكم فهاد الوقت. الماسك هو اللي غادي تخدمو مزيان. خاص مافيا درانغيتا يتلهاو شويه وما يبقاوش مركزين معايا. اما بالنسبه لماريسا انا عارف بلي الا قربوا ليها غادي يكونوا قربوا للموت. بغيتك تركز معاها بزاف هي اكثر. داكشي اللي وقع. خرجنا من الفيلا داك النهار ومشينا لواحد فيلا اخرى. دوز فتره نقاهه في الفيلا تقريبا مده طويله. ماريسا فيها كانت كتعاملني بحنان وما كتخلي ما كدير عليها. قالت لي ديك الليله الخوف اللي حسيت بيه عمرني عشتو في حياتي كاملة والطريقة باش درتي المستحيل باش تعتقني ما عرفتش علاش ولكن خلفت عندي واحد شعور زوين. شعور في شكال الصراحة خفت عليك ديك الليلة كتر ما كنت خايف على راسي. بقيت كنشوف فيها وما قادرش نفسر هادشي كيف ما تخيلتو الصراحة. توخا هكا كنقول بلي هاد العلاقة تقدر تكون مستحيلة. بقينا في ديك الفيلا تقريبا 20 يوم
ماريسا ما كانتش كتقدر تخرج حيت كانت كتخاف لي يتكرر داكشي اللي وقع ديك الليله. هادشي خلاها تبقى في الفيلا مده طويله. واحد الليله كتجلس انا في الجردة انا وماريسا، وكانت هي كتنافيغي في التليفون وقالت لي ما يمكنش. قلت لها شنو مالك؟ قالت لي سفاح المافيا قتل اليوم 15 واحد في مالها ليلي وكلهم اعضاء مافيا من درانغيتا. كون ماكنتش عارفاك بلي دوزتي النهار كله هنايا كنت غادي نشك فيك نتايا، ولكن ما فهمت والو. اذا كان هو سفاح المافيا انت شنو علاقتك بيه؟ قلت لها صراحه ما كنعرفوش، اللي عارفه هو سفاح المافيا ماشي انسان خايب حيت كيستهدف غير رجال ديال المافيا، وهاد النوع هذا انا شفتهم بعينيه كيفاش كيتعاملوا مع الناس. وانا ملي كنضرب داك الماسك صراحه كنولي وحش. قالت لي يا وعدني عافاك ما تبقاش تجبدو وبقى كيف ما كيف ما انت دابا. قلت لها صراحه ما قدرتش نوعدك بهادشي حيت انا معاك وما غادي نسمح لتا واحد يأذيك. بقات ساكته وفهمات شنو بغيت نقصد. قالت لي يا عشت حياتي بوحدي، كلشي كان موفر ليا، ولكن عمرني حسيت بالاهتمام والحنان. ماما ماتت ملي كنت باقا صغيره بزاف، وبابا كيهتم بيا غير من بعيد، نادرا فاش كنشوفو. دوزت مده طويله وانا كنبكي على قبل هادشي حتى ولفت. كيقول لي بابا بلي غادي يبقى بحال الملك الحارس ديالي، كيراعيني من بعيد وكيدافع عليا، وبلي كيخصني نتخيلو ديما حدايا. بصراحه كان صعيب عليا هادشي ولكن ولفت. ولكن ملي جيتي نتايا حسيت معاك داكشي اللي كنت باغي نحسو مع بابا وعائلتي، يكون قريب مني زعما ونشوفو شنو كيدير عليا قدام عينيا. قلت لها اسمعي، بابا كيبغيك بزاف، وهادشي واضح من صوته ملي كيوصيني عليك وكيقول لي تهلا فيها وما تخلي حتى شي واحد يهديها، ومادام ما كيبانش فراه كنظن بلي عنده اسبابه. وكيف ما كان الحال الحمد لله حتى عندك باباك كيخاف عليك. اما انا نهار طحت في مشكل حتى واحد ما امن بيا، وكلشي شافني مجرم، واخا بكيت وشكيت ودافعت على راسي، ولكن حتى واحد ما صدقني حيت كنت قبيح بزاف وشخصيتي قويه. شديت في الحبس ظلما وعدوانا، وحتى ملي خرجت فكرت نعاود من الزيرو ولقى الاحضان اللي تواسيني وطبطب عليا الجراح، ولكن العكس اللي لقيت. اقرب الناس ليا كيوركوا على الدبره، شربت من كاس الظلم حتى وليت كنكره اي واحد كيتظلم. في الحبس ما كنش كنزقى من المطايفات، كنبقى ديما ندافع على اي مظلوم، واللي خلاني ندوز دوك السنوات كامله ونقول الحمد لله هو انني تلاقيت مع بزاف ديال المظالم كله وظروفه. بقيت كنعاود ماريسا وسكات، داك الوقت عنقاتني بجد وكانها كتقول ما تخلينيش. من بعد شهر وليت كنحس بلي راسي مزيان، كنتحرك واخا بعض المرات كنحس بالم الداخل، ولكن واخا هكا كنتحرك نورمال. في داك الوقت كميه الضحايا كانوا كتزادوا كل نهار، ودائما عنوان ابرز سفاح المافيا في الصوره، غير هو الحاجه اللي خلاتني نخدم دماغي مزيان علاش بالضبط مافيا درانغيتا، المافيا اللي فكروا يخطفوا ماريسا مؤخرا. داك الوقت بديت كنخرج انا وماريسا، كنمشي معاها كنتعشى وكنضحكو، واي كوانت حركات لي كنمشي معاها. في البوطاغون ديال الموطور كنت ديما مخلي الماسك والسلاح، في اي وقت نقدر نقلب الفيسا. سفاح المافيا واخا ما كنش كنعرفو شخصيا، ولكن كنت كنحس باللي كتربطني بيه بزاف ديال الحوايج، وعمرني ظنيت غادي نطيح في واحد الموقف كيف ما غادي نطيح فيه. واحد الليله كنت راجع انا وماريسا غادي نطلق الفيلا، حتى وصلنا لواحد الشارع كان عامر بالبشر، كلشي واقف وهز التليفونات ديالو كيصورو، وكانوا بزاف ديال الطوموبيلات قدام واحد موبل كلشي مسلح. سولت واحد من الناس اللي كانوا كيتفرجوا تماك واقفين
هو يقول لي بلي المافيا لقاو تما سفاح المافيا وراه براكاو تما. سمعت سفاح المافيا وشفت خوتنا في الله كتار بزاف وعرفت هما فيهاش غادي يشدوه. داك الوقت قالت لي ماريسا سير سير حيد من هنا. فاش كتفكر تحرك ديك لحظه من تماك وانا متردد. حسيت ديك لحظه بلي عندي رغبه كبيره باغي نعاونو واخا ما كنعرفو شكون هو. قبل ما نفوت داك الشارع التليفون ديالي فيبرا ديك اللحظه قلبت لقيت ميساج فيه 50 ابيل اون ابسونس من نمره ديال بات ماريسا. حاولت تمتم اتصل بيه ولكن لقيت التليفون طافي. تمتم شكيتو دوك الشكوك كلهم اللي كانوا عندي في دماغه ضربوا لي في راسي. تمتم ضربت فرانس 5 بالموتور وقلت لماريسا نزلي وسيري الفيلا دابا. قالت لي علاش؟ قلت لها ما تسوليني سيري دابا. خدت طاكسي ديك لادام مشات وهي كتبكي. حليت البوطاغون جبت السلاح والماسك وحطيت الموتور بعيد ومشيت كنجري نيشان داك الموبل اللي كان ملاصق مع الموبل اللي كانوا مراكين وخوتنا في الله. طلعت في الدروج كنجري درت الماسك ديك لحظه وزيت جوج سلاحات. داك الوقت بديت كنزف من الجرحه اللي كانت قديمه عندي في كرشي. وصلت ديك لحظه السطح نقصت نيشان السطح الثاني ولقيتها ربعه ديال خوتنا في الله كانوا جالسين دايرين احتياط. تكيتهم بربعه بهم وتميت غادي نازل في الدروج ديال الموبل الثاني. داك الوقت وانا نسمع الصوت ديال القرطاس والبلباله هبط ديك لحظه بقيت كنطل من بعيد ولقيتهم كيتيريو في واحد الباب لداخل. واضح باللي سفاح المافيا كان لداخل وكان كيتيري فيهم وخوتنا في الله كانوا مراكين وما باغاش يتزعزعوا من تماك. فكرت ديك لحظه ندخل من الباب ولكن المهمه كانت مستحيله. القرطاس كان كينزل بحال الشتا. رجعت عاوتاني الفوق ديك اللحظه وبقيت كنقلب منين غادي ننزل. مشيت ديك اللحظه طليت من اللور وبالي البالكون ديال ديك البارطمان نيت. بعد تقريبا ب 10 متر كان واحد البرميل تماك وفكرت نقص ليه. وداك الشيء اللي وقع نقصت من فوق نيشان فوق ديك البرميل. كان عليه شويه الدق ولكن واخا هكاك لعقته في يديه. تمتم جمعت الوقفه هو وفرقعت الباب ديال الباركو برجليا. دخلت لداخل وتفاجأت بالسفاحة جالس في الأرض وهز علي السلاح وهو شاد جنبه باليد الثانية وكان واضح بلي كينزف. بقى كيشوف فيا مدة طويلة بزاف وقال لي الموبل موسخ غادي نقيو بجوج ياك. قلت لي براسي اه. داك الوقت هو يلوح لي السلاح رشاشة وبديت كنتيري في خوتنا في الله. داك الوقت جو وقف حدايا السفاح وبديت كنتيري انا وياه. كنشوف فيه بحال كنشوف نسخة مني. بقينا كنتيرو فيهم حتى لقيت راسي كنتقاتل بوحدي. درت لقيتو طايح في الارض وسخفان. رجعت ديك لهدا عندو جريتو بعدتو من الخطر. حيدتي الماسك ديك لهدا ولقيتو راجل كبير فلاش تكون عندو ديك 60 عام 55. كنتي شكون نتايا؟ قال لي بصعوبة أنا باش ماريسا. سمعت هكا ودارت بيا الدنيا. قلت لي ميمكنش. قال لي علاش؟ حتى أنا شيباني حتى أنا شيباني زعما مازالت معايا سفاح المافيا. قلت لي لا ولكن علاش؟ قال لي قصة طويلة بغيت نعاودها لك بصوتي حيت ما عارفش واش باقي عندي الوقت ولا لا. بغيت نعاود لك وسط الظروف باش عمرك ما تنساه. انا كنت خدام مع المافيا ودوزت معاهم مده طويله بزاف. كنت كنعرف واحد بنت سميتها ماريسا تزوجت بها وكانت زوينه بزاف. مراتي كانت زوينه صداع كامل وروينه. بدات في واحد الاحتفال ملي تحرشوا لي بها جوج من رجال المافيا. بقيت حاقد عليهم وقتلتهم بجوج. وبرغم ذلك المافيا ديرهم بقاو حاقدين عليها. من بعد عامين ولدت لي مراتي بنيتها زوينه. كنت فرحان بزاف واخا انا خدام في المافيا
وكنت دير في بالي من بعد نخرج من المافيا ونعيش حياتي نورمال. حتى لواحد الليلة كنا محتفلين أنا ومراتي بالعام الأول ديال بنتنا. ديك الليلة كنا فرحانين بزاف، هجمونا الرجال ديال المافيا من المافيا ديال الأندرانغيتا والكوزان وسترا وكامورا، تبتوني في الأرض قدام مراتي وبنتي الصغيرة وحاولوا يغتصبوا لي مراتي قدام عينيا، وأنا كنغوت وكنطلب منهم يقتلوني غير ما أديواش. ماريسا كانت ديما كتهز مع سلاح صغير كتعطي لها ديما باش تدافع بيه على نفسها، كانت ديما كتهزك سلاح في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان تحت الكسوة ديالها. جبدات وقتلت جوج خوتنا في الله اللي كانوا بغاني يقربوا ليها، داك الوقت داروا بها كلهم بغاو يشدوها. آخر كلمة قالت ليها بنتنا أمانة في عنقك، وقتلت راسها. أنا داوني وشبعون في ياسا ولحوني وسط البحر متقليني بواحد الحجرة، بقيت غادي كنفوندي في داك الماء كنقاوم باش نفك راسي. ما عرفش نوقع حتى تمكنت أنا نفك القنبة، بقيت غادي كندرع الفوق حتى صافي فقدت التحكم في راسي. وصلت ديك لاطا السطح ديال الماء، من بعد ما مشاو خوتنا في الله شافوني غير السيادة تماك وخرجوني من تما. بنتي تكلف بها كاسبر المساعد ديالي واللي كان تشق فيه بزاف، ملي تعافيته عشت الجحيم ديال بصح. في كل مرة كنت تفكر الانتحار ديال المرأة اللي كانت هي كل حياتي، وكل مرة كنفكر في الانتحار باش ندير حد لهاد المعاناة كاملة. غير كنشوف عينين بنتي كنتراجع على هاد الفكرة هادي. بنتي اللي سميتها ماريسا، وكأنني كنوهم راسي بلي مراتي كاع ما ماتت. داك الوقت عطيت وعد مع نفسي باش نقتل أي مافيوزي في نابولي، كنت هامي المافيا التلات، باش نرجع الشوارع ديال نابولي كلهم دم على وعسى يبرد قلبي من جهة مراتي. وانا كنطبق في هادشي وقع لي واحد الحادثة وقررت نغبر شوية، حتى كنت فاجئ بجرائم جديدة بطل ديال السفاح ديال المافيا كيف ما لقبوني. بقيت كنحاول نقرب منك ديك اللحظة ومراقبك حتى عرفت عليك كل شيء. كيف ما قالت مراتي بنتي ماريسا، أمانة في عنقك، أمانة في عنقك عبد الكريم. أنا عارف كتبغيها بزاف، وأنا غادي يكون لي شرف راجل بنتي يكون نسخة مني وحش في صفة إنسان. قلت لي غادي خصني نخرجك من هنايا، ارتاح شوية ما تبقاش تدوي بزاف. قال لي فات الفوت، هزيت السلاح ديك اللحظة وقلت ليه مازال ما فات الفوت. تميت غادي وقال لي خود هادي تقدر تعاونك. هزيت عيني فيها لقيتها قنبولة، حليتها ديك اللحظة ومشيت كنجري بسرعة كبيرة ولحشها لتحت وهي تسمع بوم. نقصت عليهم ديك اللحظة مباشرة ويدي على الرشاش، بقيت كنتكي فيهم كاملين حتى قتلتهم كاملين. لحظة وصلت للباب ديال الموبلة بسديتو تمتم سمعت صوت القرطاس، طلعت كنجري ديك اللحظة بسرعة لقيت باش ماريسا مطايف مع واحدين اخرين من الفوق. غير شافوني هما يتصدموا، بداو ديك اللحظة كيشوفو فينا بجوج، حنا بجوجنا ضاربين الماسكات. ديك اللحظة قتلتهم كاملين، هزيت ديك اللحظة بات ماريسا بين يديها وركبتو في ظهري وتميت غادي بيه. نقصت ديك اللحظة من فوق الموبل الأول نيشا التاني وتميت غادي هابط في الدروش حتى وصلت الباب ديال الموبل. حليتو ديك اللحظة بغيت نخرج، تم تميت وقف طوموبيل ديال خوتنا في الله، نزلو منا دوك المافيا وهزين سلاح. الدعوة كانت من بلبلة ديال بصح، غير قشعوني بداو كيتيرو فيها. بقيت ديك اللحظة مكالي ورا الباب
داك الوقت قال لي با ماريسا خلاص خلاص خليني وسير سير عافاك. قلت لي مستحيل مستحيل غادي نخليك غادي نخرج انا وياك من هنايا. قال لي كتنزف. قلت لي واخا نعرف تبقى فيا قطره دم وحده غادي نخرجك من هنايا. بقيت مقاتل مع خوتنا في الله ما كامله جوج ديال الدقائق تسمع واحد الانفجار. طلعت كذا من الباب لقيت كاسبر كيغوت عبد الكريم بالي هزيت كذا باش ماريسا في داري وتمت خارج وانا كنتيري بالقرطاس وماريسا كانت راكب اللور شافتني بدات كتغوت وكتبكي. مشيت نشر الطوموبيل حطيت باش ماريسا ديك اللحظه هو وسديت الباب بقات كتغوت ديك اللحظه ماريسا وانا نضرب في الزاز وقلت كاسبر سير من هنايا سير تحرك. هزيت سلاح ديك اللحظه وبقيت مطاكي عليه حتى ضرب دوميتورو ومشى في حالاته. مبقيتش مقاتل مع خوتنا في الله في الاخير نسحبو ومشيت كنجري هزيت الموتور فوسط ديك الروينه كامله والدخان والعافيه والناس كيصوروا واش تقول لهاد عباد الله. دزت من حداهم بحال البرق غادي مجبد الكابلي تميت غادي تابع الطومبيل اللي كان فيها كاسبر واي طومبيل حصلت تابعاها كنفش لها الرويد حتى تكالمات الدعوه. من بعد وصلنا للفيلا وبقيت كنتشيك المنطقه تماك حتى طمأنيت بلي ما كنت واحد. من بعد دخلت لقيت ماريسا مع نقبها وكتبكي قربت لها من حداها حيت الماسك ولقيته داخلها الموت. داك الوقت شد لي في يديها وحطها في يد ماريسا وقال لي انا ما قدرتش ندافع على مراتي انت كل العكس ودافع على ماريسا. كانت هذه اخر كلمه غادي يقول من بعد مات. داز 3 ايام دفنا على حساب الطلب ديالو حتى القبر ديال مراتو. وحنا راجعين قال لي كاسبر شنو كتفكر دير تخوي البلاد تعيش حياتك بشكل طبيعي انت وماريسا وتبعدوا من الصداع والمشاكل. قلت لي شحال من مافيا كاينين في نابولي بالاحرى كيحكموا نابولي وايطاليا. قال لي كاينين ثلاثة. قلت لي غادي نكونوا حنا الرابعين ومع الوقت غادي نوليو حنا الاولين. خوتنا في الله ما يمكنش يعيشوا حياتهم نورمال غادي ننغصوها عليهم. قال لي كاسبر بلي فلافيو خلى ثروة كبيرة بزاف طوال هاد السنوات اللي انتقم فيها واللي قرر يرجع ينتقم فيها ويكون كابوس ديال المافيا كاملين. فلافيو الموت ديال مراتو ما كان سهل والدرس اللي تعلموه رجال المافيا كاملين انه اي واحد غلط غادي يؤدي الواجب. الثروة كلها اللي خلاها فلافيو تحت الامرة ديالك كانوا هادو اخر وصايا ديالو. من بعد داكشي اللي وقع ديك الليله كان صعيب علينا نتجاوزوه ونعيشو حياتنا بشكل طبيعي خصوصا مسكينه ماريسا اللي فجاه لقات راسها لا اب لا ام ولا حتى عائله. العائله ديالها كلهم ناكرينها خايفين من المافيا. لقات مسكينه راسها بوحدها. داكشي علاش كنت نحاول نقرب من حداها ونبيل لها بلي انا وياها فوله وتقسمات على جوج وبلي غادي نواجهوا الحياه ديالنا بجوج. من بعد 3 شهور على الوفاه ديال فلافيو الماسك ديالو بقى رمز من الرموز ديال المافيا. فلافيو ما كانش انسان خايب ويمكن كان كيغطي على الجانب الزوين فيه بداك الماسك باش يقنع راسو باللي كيدير الصواب. وهذا نفس الاحساس اللي حسيته انايا. الغربة مش أي واحد جا لهنا ويبدل حياته. يمكن يكون هارب من واقع صعيب بزاف في بلادو تماما بحال اللي وقع معايا أنايا. إلا درنا أخطاء في حياتنا من حقنا نبداوها من الزيرو. من حقنا نلقاو العوين من العائلة والمقربين ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي أربعة وجامي الناس اللي قراب لينا يمنو. الاستوار ديال فلافيو كانت قاصحة شوية وحتى ماريسا كانت أول مرة غادي تسمعها وهادشي خلاها تكون حاقدة ديال بصح وتقررت تنتقم منه
الناس اللي أداو لوالديها. داك الشيء علاش تكثروا لي خلاها في لافيو، شرينا بها فيلا كبيرة بزاف. وبديت كنت مع الحراقة اللي هاربين من واقع خيب بزاف، واللي لداخل مجروحين واللي عندهم مشاكل. الحراقة اللي هربوا من الظلم ولقاو هنا الحكرة. وبديت بأول واحد، داك الدري اللي كانوا عطاو قتلة ديال العصا دوك المافيا في ديك الساحة. ملي شافني كما صدق كاع وقال لي ملي سمعت خبار ديال خوتنا في الله بلي ماتوا كما صدق كاع بلي انت اللي درتي داكشي. بقيت كنجمع في حراقة والدراري كاع اللي عندهم مشاكل من دزاير تونس ومن المغرب، مكاملاش عام ولينا بينا 120 واحد، كلهم عندهم ماسكات، كلهم مسلحين. وقت ما يبغوا يقضيو شي مهمة كيديروا الماسك. هنا الدولة ما بقات فاهمة والو، وحشم الرجال ديال المافيا ما بقوا عارفين فين من يشدو. وبهذا الشيء كوننا مافيا، مافيا اللي كبيرة بزاف وكانت غادا وكتكبر. كاسبر كان هو اللي كيشرح لنا كل شيء، شنو غادي نديرو شنو ما غاديش نديرو وكيفاش غادي ندخلو في الصفقات باش نزيدو نكبرو المافيا. داك الوقت بدينا كنحسو بالقوة وبلي المافياتها كيضربو لنا ألف حساب. وباش كملنا هدرنا شراكة مع الموكرو مافيا ونابولي. داك الوقت ولا تحت السيطرة ديالنا، كانت هادي قصي من حراك قلب لحياة جديدة فيها باسيس أمل، زعيم مافيا في إيطاليا حاكمين المغاربة وحتى الجزائريين. أما بالنسبة لماريسا كانت هي أجمل حاجة وقعت في حياتي كاملة. عائلتي من بعد تصلوا بيا واحد ورا واحد كيسولوا فيا، الصراحة تفاجأت علاش كيديروا بحال هكا. عاد عرفت بلي جاهم بوليس واحد النهار وعطاوهم جوا من المحكمة كيأكدوا لهم فيه بلي أنا بريء وبلي الدري اللي قتل اعترف بكل شيء، وبلي انا مبرأ من ديك التهمه اللي دوزت على قبل 10 سنين ديال الحبس. كنت كنحس في كل مره من صوته من الندم، ولكن فات الفوت. برغم ذلك الواجب ديالي كنت كنديرو معاهم، كنتهلا فيهم كنصيفط لهم فلوس وما كنخليهم ناقصين حتى شي حاجه غير هو كمارتي الجامي كانوا غادي يشوفوها. حيت عبد الكريم مات ملي كانت عنده 20 عام وتا واحد موقف معاه. كانت هذه نهاية القصة. أنا متأكد أنه من بعد واحد المدة يقدر يكون موسم تاني ديالها، غير عقلوا عليها مزيان والتفاصيل ديالها حيت ممكن يكون فيها موسم تاني. كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بها الخوت. خليوا لايك كومنتير ودوز عند الانستغرام، مرحبا بكم، كنموت عليكم. و اي واحد عنده امتحانات الله يسهل عليه، واللي عندهم الباك والجهاوي كنتمنى لكم التوفيق على الخوت باش تفرحوا والديكم وتفرحوا راسكم بهذا الشيء. تشلاو. اليوم غيم دار واحد تيرا ديال القهوه، عطني حط على سبعه النقشه تاعك.